صحة شربتكم، مرحبا بكم ناس كل على قناة الزيتونة. هذه التشكيلة في موعدها الثاني للجمعة هذه، مرحبا بكم ناس كل، مرحبا بأحلى جمهور يحاضر معنا اليوم. يعطيكم الصحة اللي ديما تتابعوا فينا. التشكيلة كالعادة من يميني بشدة بيساري اليوم المخضرم توفيق البحري، مرحبا. يجيك أكثر أكيد يعطيكم صحة شربتكم، إن شاء الله نعدوا شهرين مع بعضنا أحلوة كيف العادة. مرحبا سفيان، صح شريبتك. يعطيك الصحة، صحة شريبتك، صحة شريبة السادة المشاهدين. نص رمضان تعدى نزار، إن شاء الله نعود ونشد الهم. إحنا عنا حاجة معروفة، كي يبدأ رمضان نبدأ بقوة في العبادات وفي الطاعات، يجي النص متاع رمضان نبخل شوية نبدأ نطيحه في الريتم، نقعد نستنى وليد 27 نعود نعملوا ضربة أخرى قوية وبعد نعود نطيحه. إن شاء الله دعوة لجميع شعبنا ومشاهدينا وأحبابنا والمسلمين أن نكملوا نشدوا الهمة إن شاء الله حتى بقية رمضان. مرحبا بك. بشدوا الهمة زادة، لازم ناكلوا مليح، لازم مرق، لازم ناكلة صحية، لازم كل شيء سيرين. مرحبا بكم الناس كل، ماكله صحيه به يا نزار. شوف ايش خرجت من اعماقي. صافا سيري، شنو صافا؟ الحمد لله. ما غير ما سالني شقيت فترك اليوم، كليت كي العباد الكل. شكليت؟ كي العباد الكل. كي العباد الكل شكليه؟ كي العباد الكل، شويه سلطه، شويه جبن، كاس عصير ودابو زمان. لا فما حاجه عملتها خاصه والله. لا فما اكله خاصه عملت. شنو هي الاكله خاصه اللي قلتها لي قبيله؟ اي عملت بايله. شنو هي بايله؟ بايله اما بايلة. روز روز بغلال البحر. لا خاطر ماهوش طيب كيف ما الروز يقول لنا روز. انا لا كوسكسي بالعصبين نزار. اي ولا بايلة دخلنا بها. ضيفتنا اليوم زاد عالميه نعرفوها مليح ونسمعوا صوتها تقريبا في الويكاند في رمضان في ذات موزيك، ليندا رحالي. مرحبا بك. مرحبا، عايشك. صح شريبتك. عايشك، صحة شريبتك وصحة شريبة الجمهور الكل والحضور يتفرجوا فينا. فرحانة اللي معكم اليوم في التشكيلة. جو في بارتي من ليكيب، الكلكم منورين، مرحبا بكم. حطيناك بين ايادي امينه. ايوا بون، على اليسار امينه، على اليمين منى. لا يضامر اسكندر عنده فزيله مقدمه التشكيل. منحرفين احنا. لا حشوكم ديما. من شو قلت؟ يعني امينه يعني كانت في وسطنا. راني عملت فيها، راني عاودت نفس الجمله على اليسار. يتغشوا هما مغادر، يتغشوا هما مغادر. الجملة في كل اسكندر. صح شريبتك. صح شريبتك. شنو احوالك؟ شهر رمضان مبروك، والشهر اللي جاي ان شاء الله يبارك. ان شاء الله عندك شباب في فورما. الحمد لله. ناس ما تحبش تقعد في البلاصة هذيك. والله خاطر حاسس روحي مانيش كيما العباد. ما وقتك العباد ياكلوا سلاطة ودرا شنو، وانا حاسس بروحي انا وين؟ بين الصنف حطيتني معناها من البشر. لا 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 مش حكاية. اليوم فرح بيا عشرية وبجلني على البلاصة خاطر وين؟ نجلاب فيهم الهواء. انا في وسط محسوب. جيبوا له بطانية. نسكر عليه الهواء. صح. نسكر عليه الهواء. نيو لوك ريت ريت. اي. عيادي وسنين ديما قاعدين نحضروا نتعدى من بعد للكار نخدم على روحي. مرحبا بكم الناس الكل. كما قال سفيان، يوم 15 يوم في رمضان، لف لف رمضان. رمضان تعدى، حتى توتو في الكوليس قال لي البارح بدينا نحضروا في الميسيون ونخدموا اليوم. اليوم 15 رمضان. والله الضيف الخفيف ديما سبحان الله يمشي بسرعه. لا وسنا خفيف برشا رمضان مع احوال الطقس، ما جاناش الطقس السخون اللي الناس باش تعطش وناس كذا، جاء خفيف، تعدى خفيف على الساده والصايمين الكل يا سيدي. هو ثم شقان فتر وبعد ثم اسمه ناكلو فيه الاستمساك. الاستمساك فاهمك شنو تحب تقول؟ بالله لد سمعت حزم استمساك. لا تيكو في اخت هذايا. انا نحب الكيك هكا اللي يقول فهمتها ما استمسكني على الماكله. استمساك تجي يمسح الكل. هاي بيك العاده. اول حاجه نبداو بها التصويره. اكيد قلت البارح تفرجتوا في الخطاب بتاع يوسف الشاهد ولا سمعتوا الخطاب بتاع يوسف الشاهد. والبارح البيجي قائد سيبسي كان روح من فرنسا، وهذه تصويرة اللي دارتها. هذا يوسف الشاهد كان في استقبال البيجي قائد سيبسي. حسب رأيك البيجي فاش قال فاش قاعد يقول ليوسف اللي اسمه يوسف الشاهد كان هاجم حافظ قائد السيبسي وقالوا انت اللي تقريبا خربت الحزب ودمرت نداء تونس. تعليقك على التصويرة هذه يوسف؟ والله نجم يقول له انا متهني بولدي بحذاك على سيوسف عملت هذا. ليندا قال له صحيت قول كلمتك ما توخرش تالي حتى ولو ولدي. ايه
اسكندر. اذا كان هو ديما يقول تونس قبل كل شيء دونك نتصوروا قالوا هكا. اسكندر بيت انا اسمه اسكندر. نتعقل فيهم. مش غرب عليك. لا نتعقل كان جيت معايا لفرنسا خير لك من اللي قعدت هذيك حليت لي هالحرب هذيك ولا المشكل الكبير. سيرين. مش فاهم ومش حكي وصلا نسام. لا خويا انا ما عنديش في السياسه و. يعني رئيس جمهورية ورئيس الحكومة سي سي با فري اه وي تخيلوا جورج كلوني شكون لا ولا على اليسار ولا على اليمين لا لا انا حسب الماسك نتاع السيد الرئيس حسب الماسك نتاع ملامح نتاع وجهه ماخذ في خاطره ماخذ في خاطره وهو متبسم الرئيس الحكومة شاعر اللي هو عمل الحاجة كانوا قالوا نعم بابا وتقول له فهمتني كانوا شنو اللي عملته يعني شنو الشيء اللي عملته قالوا نعم فهمتي فما قراءة في الصورة اللي الرئيس ماخذ في خاطره وجهه مش فرحان بالشيء اللي عامله تعب مصفر يا لا لا مصفر انت راكب في ايش ليه يا اخي راكب في كاريتا جاي كا طيارة قمقومة وحده الدنيا وهات وجيبه وجهه متغشش الرئيس ماخذ في خاطره هو مبتسم يعني فرحان بالشيء اللي عامله سي شاهد كان يسأل فيه قالوا الشيء اللي عملته نعم شو قلت لي فهمت فما قراءه للرئيس إيه ماخذ في خاطر في الشات يعني لا رئيس ماخذ في خاطر هاجم حافظ قائد سبسي كوجه سياسي ليس كابن البيج نحكي لك انا تو على التصويره هذه الرئيس ماخذ في خاطر وجهه متغش شكون يسمع الخطاب الساعه الكل انا سمعت منه شوي اكستري اي شنو اللي شد انتباهك في الاكستري اللي سمعته شد انتباهي شيء شد انتباهي ما تحس الكلام شخصي اكثر منه معناها في مصلحه الدوله مصلحه البلاد خرج حافظ قائد سبسي تكلم خرج له رئيس الحكومه تكلم وليت الامور شخصيه اكثر من يعني ودارت ودار تصويره بعد الخطاب كان شفته على الفيس على الفيسبوك الا في قهوه انا استنيت حتى التصويره هذيك يوسف شاهد قاعد يعمل في الخطاب وبيطلع بيطلع في الرميه في الشكبه ماهيش قاعد يتفرج فيه يعني انا التوانسه فهمت السياسيين قاعدين يكلموا في هم قاعدين يتعاركوا على بلايص كون عدم الثقه عند اليوم بين التوانسه وبين السياسي دور للانتخابات البلديه تعبر تلخص أيه. وضحت كل شيء الاقبال على الانتخابات يبقى ما يلخص دونك لازمهم برشا خدمه باش يعاودوا يرجعوا الثقه منها 2019 الاحزاب الكل بدون استثناء الناس الكل نتمنى انه الانتخابات بعد ما حدث الانتخابات البلديه الناس اللي باش يخدموا في البلديه واللي انتخبوهم الناس رغم 30% فقط يرجعوا الثقه هذه المتبادله صحيح الكلام كنت تقولوا فيه ثقة ضربت للأسف الشديد إن شاء الله يا رب نحطوا اليد في اليد أنا ديما نحب نبعث رسالة يعني هكا فيها شوية أمل نقول نحطوا اليد في اليد مع الناس اللي تحب تخدم ونخدموا مع بعضنا من أجل بلادنا إن شاء الله أي. الله يقولنا ديما الأمل ونحط الدين في دينا في بعضنا ونحطوا يا أخي هم يحطوا في كتاب في الحل الثاني قاعدين يحطوا قاعدين يحطوا كان ما نحاولوش نحطوا يدينا في دينا بعضنا قداش قلنا بغض النظر على شكون قاعدين يحكموا توجهات سياسية هاي التصوير اللي شفتوها هاي التصوير نعملوا انتحار جماعي ما تحروش سفيان تركزوا في التصوير يوسف الشاهد في كتابك تشوف الشعب هو تو في التصويره معبر سامحني الاكرام على التمام تو تصور انت هذيك التعبير تاع التصويره شي يقول يا اللي ترى في كارت اش تعملوا راسه مهزوز كانوا يكلم فيهم هما فهمت اغزروا لي يا اللي ترى في كارت تو خاطر كان احنا ما يكونش عندنا رغبه في التغيير على الاقل كشعب ما نضغطوش بطريقه او باخرى ونستسلموا شنو باش يصير انا ديما نقول احنا ايغال اللي صار فينا صار شنو باش يصير في اولادنا على الاقل نحاولوا يكون احنا يد ضاغطه من اجل التحسين مش هما كان يكونوا سابقون كان يكونوا هما فاسدين نقعد احنا نقول لهم برك سابقون حاجه لاولادنا جاو لاولاد ما كاينش شيء الشعب التونسي ما عندوش بديل ما عندوش معناتها كان جيت فما اون سوليسيون ان بلان بي اوتوماتيكمون تلقى على العباد تتحرك نجدوها اما خذلنا بليزيور بريز راهو كل مره نعطيو ثقه في حزب ولا في عبد ولا في هيئه نلقاوها هي انا كنت ديما نتمنى في تونس بالرغم اني ما نفهمش برشا في السياسه كنت اتمنى انه سياسي ما عادش عندنا معارضه مش برشا قاعد تحكي انت والله ما نفهم في السياسه كله بوليتيك تحكي في تو هذا اسمه سياسه وي كان مدو في نتمنى كنت نتمنى ديما انه ما عندناش معارضه في تونس الكل يحطوا اليد في اليد كل الاحزاب السياسيه موجوده تعمل من اجل مصلحه تونس ما نقعدش انا ننبر على الاخر خاطر الاخر شاد الحكم يا شيخ نفس الوقت والله هذيك هي الديمقراطيه في العالم لازم معارضه المعارضه تسمى معارضه بالواحد بالواحد مش معارضه حتى العصا في العجل نكملوا نعارضك تو
تو شوف في البلدان الديمقراطيه اللي صنعت الديمقراطيه، الديمقراطيه مش نتاعنا، مش احنا قاعدين نتعلموا فيها من عند الغرب، الاخرين اللي قاعدين ما تلقاش احزاب قاعده تنبر على الاخرى، حتى النقد نتاعهم يكون نقد بناء، يقولوا شوف يعطيك مشروع يعطيك مشروع مثلا كيبدا عندي فشل اقتصادي. خلي كمل، خلي كمل الشيخ، خلي كمل كمل الشيخ، خلي كمل على مره قصيد، خلي كمل. كي تكون مثلا انت فاشل اقتصاديا، انا كحزب سياسي معارض نعطيك بديل اقتصادي، مش نعمل لك اضرابات في الشارع، نعمل لك اعتصامات، ما نخليكش تخدم، نفسد الدنيا. هذا اللي قاعد يصير، يعني الاحزاب الاخرى قاعده تكسر تعرقل، تحب تولي هي احنا، علاش ما نوليوش احنا وحط لنا واحد من جماعتنا، يعني ما همش يخدموا للبلاد ولا واحد فيهم. هاك تشوف فيهم كيف في مشروعهم يتعاركوا على مصالح الناس. كي راهو المشهد معناتها في برشا بلدان، ياخذوا فرنسا قريبت لنا، معناتها ما فهميش هذايا، ما يقعدوش في بعضهم نهار كامل، ما تحل التلفزه الجوش والدروات ولوبين من غادي الاكستريم، معناتها الكلهم نهار كامل ما يعملوا، كان يقعدوا في بعضهم يعسوا على بعضهم باش يخرجوا بيانات لا مصلحته ولا مش مصلحته، هذيك هي الديمقراطيه سي يا بي. اليوم سي فري مازلنا نتعلموا، مازلنا في الاول، اما باش نكونوا كل فرد راي مش طيب. ممكن ابدا برا نمشيوا الحاجه، برا نمشيوا الحاجه ايجابيه، حاشين صافي بارتي لو جوبوليتيك، ثم لازم نعمل هكا باش تتم هات نمشيوا الحاجه ايجابيه توت سويت في الفيديو. في الفيديو باش نحكيوا على حاجه ايجابيه، حمله اسمها عيش تونسي تقدم لنا نماذج لتوانسه ناجحين، تفرجوا ونرجو نعلقوا. اكسيون يا وليدي تقدم، ارفع راسك عالمية يا جماعة، اللي جيت أحلى تحية لأحلى جمعية عالمية، فضلوا يا جماعة، مرحبا بكم، بارتي دروا بارتي غوش أكسيون الروندمون، وانطلقنا على بركة الله. جاتني الفكرة أول واحد في تونس باش نطلع للمترو ونقع الشنقوم والمشوار، عندي طبيعتي كيكة ضحاك، نحب الجو مبتهج، ننظر بعين باهية للحياة، الحمد لله قايم بواجمي، ناكل في الحلال الطيب، علاش ما نفرحش يا اخوي؟ واكثر من هذا كيما راه روح راه غيري، نحب نزرع الابتسام اخوي، رغم اللي ما خممش في الربح راهو من الاول، خممت باش نكسب قلوب العباد، مش بالسهل باش تكسب قلوب العباد، طالع انت الناس يعلم بها ربي، كل حد مخه فاش مشغول، واحد كل حد شنيا حكايته زاده، كل حد شنيا روايته في الحياه هذيا، لازمك تراعي مشاعر العباد. سبحان ربي، على خاطري انا مش نقدم له بكو شنقوم وندور على روح ساعه لساعه، نلقى واحد مهموم ولا الكشبر ولا هك، عشان اول كلمه نقولها له قولوا صلي على النبي، هو الريزو طالع التشكيله كامله، هذيك حياتي، هذيك شغلي، هذيك غرامي، الخدمه دي انا عشقها ونحبها لله في سبيل الله. الله ينفس متاعي تونسي، انا ابا عن جد اكثر من هذا، نحب نعيش تونسي، ما دامني تونسي افتخر، ارفع راسك يعني، نقول ارفع راسك يا انسان راك في تونس. شكون اليوم ما يعرفش اكسيون؟ اكيد اللي ياخذوا المترو دو بين ريانا والباساج ويتعدى على المنزل ستي اولمبيك وغيره يعرف اكسيون اللي موجود ديما، ويبيع شوينغوم ويبيع البابي مشوار للعباد في المترو، والمارش اكسيون اللي هو يسكن في ريانا ومربي ثلاثه صغيرات برك كبرهم من الخدمه هذه، وصلهم حتى لبلاصتهم مقدمه يصوروا معها تلفز. اكسيون اليوم نموذج ناجح انه يوصل صغاره، انه يقري صغاره، انه يخدم خدمه شريفه في المترو، اللي ياخذ المترو كان ثم هوني في الجمهوريه ياخذ دو يعرف اكسيون اللي يعمل، وانت اسكندر اكيد تعرفه، واليوم وصل اكسيون بالخدمه الصغيره هذه ليندا انه يكون ناجح. جوستومون هذولي اكزامبل هايل، انا كنت حصل لي الشرف اني خدمت معاه، خدمت عليه روبورتاج وتعمناه في الميسيون، صورنا معاه ومشينا وتبعناه في المترو وكيفاش يطلع وكيفاش العباد رياكسيون تاعهم، ولا معناتها يفقدوه نهار اللي ما يجيش ولا يبدا غريبي ولا مريض، معناتها الناس تفقدوا، عمل شخصيه، عمل حاجه خاصه به، هذول سر النجاح نتاعو الاولى هي الايجابيه نتاعو، ياسر ايجابي ونيش كلامه، وكان قال حاجات كان باهين، مش نهار كامل يشكي ويبكي وانا وصار لي وما لقيتش وكيفاش، من الضعف خلق قوه، لقى حل معناتها. يظلي هو من قروان ليندا، وحتى عائلته يظلي حتى عليه البراق المقرن المعروف من قروان، هو يظلي عزيز وكان من اشغالت في المعلومه. يمكن منين نسيت، اما من القروان اسكندر. انا تربيت معاه اكسيون، راني انا ولد ريانا على بعض، انا ولد ريانا ونتحرك برشا بالمترو دو. بون تو غالب كبرت شويه ما عادش نتعاملوا برشا، وليت نمشي على سقاية، وليت نمشي اكثر على سقاية، لازم نمشي على سقاية. دونك اكسيون من الناس اللي تشوف فيه توا
هو هذاك هو ما تبدل حد شيء فيه، هو يعيش هكاك من اللي تطلع مع المترو، من اللي يطلع هو المترو، من اللي تشوفه شي يحكي، من اللي تشوفك شي يحكي مع الناس، اللي يعرفه اللي ما يعرفوش. احنا نسرتمو ممكن صغارنا في بينا بيه هو مولا المترو بيدو، معناها فرص ديما نطلعوا نلقاو، ديما نطلعوا يخلط علينا، ديما موجود. الميساج اللي عديهم، انا نذكر فما مره عركه كبيره صارت في المترو، كي نقول لك عركه كبيره ممكن 300 باقه نتاع امن ما توقفهاش ما تفضهاش، فضها الرجل هذا بالكلمه الباهي، الناس اللي تحشي منه وتقدروا، الناس اللي عديلها ميساجات ايجابيه خلت الناس. نقول لك انا راه مترو الصباح ما غير اكسيوم هو الصباح، معناها كي نقول لك البهجه اللي بثها عند الناس، وهو تحسه اكثر انسان يستحق المساجات الايجابيه، تحس اكثر انسان تحب تفرح واكثر تحب تدز بيه القدام. لكن ما شاء الله من الشيء اللي يعمل فيه يقول مهمتي مش نبيع بركه سفيانه، مهمتي زاد انفرهد العباد. صحيح عجبتني برشا، انا زدت لحظه الدموع اللي في عينيه دلاله على صدقه وهو قاعد يتكلم. فعلا رساله رائعه ما شاء الله تبارك الله، نحييه تحيه كبيره ياسر. هذه اللي نحبوها، الشخصيه اللي تتبث في قلوب وليداتنا في قلوب بناتنا، نضرب نظرة تفاؤلية للمستقبل، قادرين نصنع كما قال هو من ضعف قوة، كما قالت أختي ليندا من قبل، والله قادرين فعلا خاصة شبابنا ووليداتنا نضرب نظرة تفاؤلية، وقادرين نعملوا برشا حاجات ونغيروا بلادنا ونعملوا حاجة كبيرة في بلادنا. سيرين وي تعليقك على دونك الراجل هذا سي اون لوسون دو في. انا كانت لي ديكوفيرت ما نعرفوش في المترو، اما عرفته ابر ترافير لو ريبورتاج اللي عملته ليندا، وزاد تفرجت في الريبورتاج هذا. معناتها هذه حاجة من الحاجات، هذه قدوة من القدوات اللي لازم شبابنا ياخذ عليها. تو اللي تسمعهم الكل يقول لهم انا بشهادي وانا عندي ولا ما نخدمش هيك الخدمة وما نخدمش هيك الخدمة هذيك، راهي خدمة النهار ما فيها شعار. بالعكس يلزمنا نكونوا كرياتيف، يلزمنا اذا كان ما عندناش مواطن شغل يلزمنا احنا نخلقوها، مش لازم القراية اللي قريتها لازمني نخدم فيها، نجم حتى اترافير القراية هذيك نوظفها في حاجة أخرى، لكن ما نوقفوش في حد البيبان اللي تسكرت. بالعكس معناتها اذا كان الناس الكل تاخذ على منواله انا جو بونس ثم اللي يعتبروا توتو اكسيون اللي هو كانوا درس للشباب اليوم، اللي ساعات الشباب تسكر في وجهه ولا يحلم بالحرقه ولا ما يحبش يخدم ولا مش الكل طبعا، اما اليوم كانوا درس انه اليوم بالظروف الحاليه كبر صغيرات ويباش وين قوم وبيع المشوار ويفرهد العباد في المترو، يعطي انرجي كما يقول اسكندر، من غيره هو المترو ماهوش مترو. انا هذا الشباب اللي يفهم الحكايه هذه اللي يتمعنها ويحس ويقول سي فري هو مواطن في مترو مربي صغار وعامل داره وسنين. انا حصل لي الشرف اللي طلعت في المترو وقابلت السيد هذا ويعرفني انا نمثل كل شيء، عمل بارتيسيباسيون يعني كان قلق نوع نتاع سكيتش معايا تفدليك يعني سيمبوليزاسيون فدلكنا، وكل ما نطلع للمترو نقابله وديما عنده كل المشي تاع رقصه وديما الامبيونس حلوه معاه، وعمره ما كش على واحد، ديما تصلي يعني بقناه ساكته وتوحده ويعيط عياط هكايا ديما يخلي كل الفاجونه شيخه ومفرهده وحلو برشا، وراجل نظيف 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 بكدا يعني مش كذا ما يتساولش مش طامع في حاجه، بذراعه بمد الشنقوم وتعطيه كذا. عندنا فما زاده ولا يدخل معاق ديما في الافنيو بحذا قاوت لونيفير بحذا الانترناسيونال يبيع في الورد، هو ثقات ساعات يوصل يطيح الناس تخطفوا كل شيء، يبيع في الورد عنده قدر وقيمه روحه، يعطيك ورده وتاخذ الفلوس، يعطيه ياخذ عندك الدينار انت ترجع له الورده ويقول لك لا يرجع لك دينارك، انا نبيع ماشي نساس. راهو معاق يتكلم ما ينجمش يتكلم، يشيخ على البيجي يبدا فهمتني ويبيع في الورد تعطيه دينار وبعد ترجع الورده لا الى واحد دينارك، يعني ناس فما بكرامتهم تحب تخدم واحد كل شيء وراجل طيب برشا. بل من واصل انت ثم اللعبه اللي تلعب في موزيك تاع لي زانديس هذيك اكل تمرجنا من 6 نص النهار ونحن نتبعوا من القاضيه للفطور العشاء عمرك ما طلعت عمري ونبدا ساعه سهلين والله سهلين اسمه دي زانديس صعب على الاخر لازم واحد يتبع كيسك نقول لك الاف الاجوبه اللي يخلطوا كيفاش صعب انا والله انا حضرت مره على انديس صعيبه اما لكن طلعوها على حكايه عبد النور عبد النور نجم ودرشنيه وكذا وعمره وين باش نلعب معاك لعبه ليزانديس يا خويا هاي ما تكمل قلب السحر على الساحل صافي علينا باش نبداو عندي 5 انديس بي كانت طلع تكمل انت اللي مشيت مقروض الزلابي اقرا فاهمين كملوا مع بعضنا جو نعملوا جو اول انديس نسمة ساش نطلع ساعه باش نطلع نلعب على شخصيه على شخصيه اول انديس نسمة اي ثاني انديس تحب لي زانديس الكل
باش تعطيني حتى لاخر ليميسيون كل مره. لا لا تو تو كل ما بعثهم تو نسخايب شيحني ريقي. اول انديس نسمع اي ثاني انديس تحب تقصك فلوس اي تنقي تقصك فلوس قد ما يزيد انا خليهم لهم كاملين للخ ما نقص حتى فرنك 500 دينار تربح معنا مجموعة كتب قايمة. اوه افيك بليزيغ. وهذا زلابية والكتب تاعك هذه كتب انا نوصلني يوحي اول انديس نسمع اي ثاني انديس عادل امام نسمع وعادل امام اي ثالث انديس فيلم الجزيرة لأحمد السقا تعرف؟ لا فيلم الجزيرة لأحمد السقا شكون تفرج فيه؟ شكون يعاوني عليه؟ شنو نجم نخرجوا منه؟ جمهوري مقابلني يقولوا لي اي تو يعاونوا حتى اللي وراك يقول لك نعطيكم زليك. الانديس الرابع ستوب ستوب اي الانديس الخامس الانديس الخامس بلدية تونس بلدية تونس شنقيل نسمع عادل امام فيلم الجزيره القصبه بل مش القصبه انا حصلتك خليت كملت لي خمسه خاطر انا عطيتك كان اربعه ما نعطيش خمسه لا 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 نسمع عادل امام الجزيره ستوب بلديه تونس فيلم الجزيره ما عاونيش جمله ما نعرفوش به فيلم الجزيره فيه مقوله مشهوره جدا اللي هي اللي هي شكون يعرف المقوله اللي قالها احمد السقا في الفيلم؟ ما نعرفوش الفيلم اصلا وش ها؟ قال من النهارده ما فيش حكومه ايه؟ انا الحكومه آه. نسمع عادل امام بلديه تونس فيلم الجزيره ستوب بيه نبدا نسهل لك استنى استنى انا لقيتها خلنا نتكى على اسكندر شويه انا كاين لقيت قول لي بيه ما تكلمش حرف الاول ما تكلمش عادل امام نسمع نسمع نحكيو على مسلسل مسلسل لا 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 الانديس تاع نسمة نسمة باش ناخذوا منها انديس من مسلسل باه وكيفاش تصدمك يقول لك انا ما نتفرجش مسلسلات الجمله عادل امام بخلاف رمضان نتفرج مسلسلات تونسيه عادل امام باش ناخذوا انديس من مسرحيه تاع عادل امام ولا قطوس ترماد على الاقل المسرحيه حليم السلطان ولا قطوس ترماد مسرحيه قديمه اكل كولور البالح شاف شي حاجه اي شاهد وذول يا شاهد يوسف الشاهد يوسف الشاهد صحيح الشاهد داك طلعتها صحيح اسمع من عادل امام قلت لي شاهد ما شافش حاجه لا لا مو مسلسل يوسف نسمع يوسف يوسف بلدي تونس القصبه ستوب لازم نقفوا لتونس فيلم جزيره النهارده ما فيش حكومه يا حافظ انا الحكومه هذا اللي حافظ بلدي تونس شنو؟ ما في القصبه القصبه تغلط قلت القصبه نزلت سمعتها ظهري تبع ظهري تبع في لي زاندي جبتهم كيما نعملهم هنا بالضبط اي فريمون برافو بلوز موان نجي ناخذ بلاستيك اي لا الفيش قال لي صعيبا سهل شويه صعيبه خاطر ليه سهل شويه خاطر كيما لك النجمه والعمر والدنيا تربيه صعيبه شويه ما تبارك الله عليها الطفله اللي طلعتها اعطتك العمر واعطتك مرسي واعطتك كل شيء بالضبط شفت شفت ليلى يتبع ولا نجمه مرسي هكا كيفاش كان الزنديس اللي كانوا نجمه مرسي نجمه و ليسونس نتاعو ودور لي بارتيسيباسيون في مع ليكيب نتاعو اللي في مرسي اللي شارينو مرسي مرسي يا باهي برا نواصلوا معكم توت سويت بيناتنا فلسه بوم بوم بيناتنا فلسة والحاجة باش نبداو بها كاميرا كاشي في قناة ام تونيزيا نتفرجوا تنجم تقولي شكون ولد الفقمة؟ ولد الفقمة حسب ما نعرف فقمة سيتم زيد حاوله ما عندكم سؤال اخر غير وتفق عاونوني 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 نعاونوك على شنو حاج عاونوني شويه في رمضان عاونوني تقصد نسالوك تحب تشارك انت تزهل في واشي نجم تقولي شكون ولد الفقمه ما سمعتهاش ايش قال ولد الفقمه اللقمه اللقمة جوابك صحيح تسحق تاخذ الجائزة جائزة واش؟ حازم بحثي 150,000 ما سمعتكش ريت هي تو ساعتك 150 دينار نتاع واش؟ جاوبت عليه بالصحيح ربحت ربحت واش؟ فلوس فلوس واش؟ نتاع من؟ هي موسيقى هي تجاوب بصحيح تربح فلوس انت جاوبت بصحيح اش تاخذ فلوس تو شنو نقسمهم لوياك؟ باه وين هما السؤال؟
عند من السؤال؟ تفضل. هي ما زالت طويلة ما اكتفينا بالقدر هذه. هذا برمي الكاميرا كاشي اللي موجودين في القنوات التلفزية. ما قلتوا الفجعة ما نحبوهاش والخوف ما نحبوهاش. عملوا دي كاميرا كاشي هك حتى ذي ما تعجبش ولا تعجب النوعية هذه. سيرين ضحك شيخ الضحك. سؤال موجه لينا بيان سور. علاش لينا بالضبط قلت لي ما عجبتكش وهذه عجبتك؟ لا 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 سألت اون جينيرال وقلت لك اعطيني رايك. اوكي انا عجبني ديما والله ديما خاطر مركز معايا والله لا ديما قريت انا في الحق بالحق مرفقك باش تدخل فيا هذاك علاش انا نزار عجبني عجبني لازم شي يحط في العفويه نتاع الولد محلاها وكل محلاهم وليداتنا كيبداو على طبيعتهم هذيك طبيعته على قد وقعد يعاون في الراجل الكبير رغم هو يعتبر نفسه خرج من المسابقه لكن قعد يعاون في الولد في الراجل محلاها وليداتنا محلاهم شبابنا يعني انت على البساطه تقول كان نجم يرتفع لو تخمون ولا يدخلوا ومش هذيك واحنا ديما عندنا كالصوره السلبيه على التوانسه احنا التوانسه ديما متوترين التوانسه حياله التوانسه نخدموا في مخاخنا برشا صوره حلوه عفويه تفل مسكين تعتقد الطفل هذا ما يتفرش في الشرب مثلا نتمنى انه ما يتفرش تتصور اسمع بالله والله على ازج بتشورب تو ما يسالش والله قعد هكا حبيت نقرا شويه على المسرح والفن لان ما نفهمش منه برشا للاسف بالرغم اني نحبه لقيت انه قوله كبيره ياسر معروفه وهي هي على المسرح لكن تتحدث على الفن بصفه عامه قالوا اعطيني مسرح نعطيك شعبا عظيما وقالهن وقالها ارسطو شكون قال قال افلاطون شكون قال قال شكسبير شكسبير ريت شوف الاعلام بنو فولتير شي يقول فولتير انا من لا قران لا سنه باش ما تقولوش هاو ديما الدين وربي والنبي انا نحكيو على شكسبير ونحكيو على فولتير خاطر احنا نسمعوهم اكثر من نسمعوا ربي واكثر من نسمعوا النبي عليه الصلاه والسلام هاو سي فولتير كيف كيف قال راهو المسرح مدرسه لبث الفضيله احنا الان الاعلام اصبحت مدرسه لبث الرداء قاعدين مش كل عاد بالطبع ما نقولوش الكل مش قاعدين اما تتفقش معايا كي نقولوا 90% من اللي قاعد يتبث سواء من اغاني ولا مسرح ولا سينما هو رديء تتفق معايا ولا اعطيني انت نسبه مئويه ترى فيها اللي قاعده تخرج في شعب عظيم قاعده تخرج في الفضيله نسبة 90% برشا اعطيني انت فما نسبه تاع تفوق ال 55% فهمت معناتها عندنا 45% حاجه قاعده تقدم حاجه باهيه عندها شطر بشطر اعلامنا اليوم شنو اشطر الاول شنو اشطر الثاني؟ اشطر يقدم في حاجات باهي واشطر يقدم في الرداء. انا من رايي كل واحد يقدم اللي يحب والمشاهد يغربل. ما تنجمش تمنع عبد باش يقدم حاجه ولا ما يقدمش ولا يقول حاجه ولا ما يقولش. كل واحد يفرض نفسه معناتها واحد يفرض نفسه بالخدمه وكهو معناتها ما ينجمش يبو اكزيستي بخدمته مش كي ينقد غير ولا باش يكسر ولا يدقدق. فهمت؟ الرداء زاد الرداء تترفض وحدها معناتها انت تقدم والناس تقول راه رديء فهمت؟ ما نتصورش انا اليوم باش تقدم حاجه رديئه وباش تلقى 90% معاك باش تنفرك الناس وتمشي الحاجة الاخيره دونك البرودوي الباهي يفرض نفسه وحده يفرض روحه هكا ولا لا السلعه الباهيه يبيع روحه لانه في الاخير احنا مطالبين باش نسمو بذوقيات وليداتنا انا ولدي في مرحله معينه ما نجمش يقيم وما نجمش يقدر ما هو باهي وما هو خايب كل شيء موجه ما تفهم برامج موجهه للسياسه للصغيرات فما للطبخ للمراه اللي في الدار معناتها فما دي كاتيجوري اليوم واحد يعمل سيليكسيون يختار للصغار ما خيرش في كل شيء صغيره ايش نقول لك هذايا شكون عندنا من شبابنا ما عندوش تليفون ذكي هاتف ذكي شكون شباب ولا اطفال فما فرق نحكيوا احنا على المراهقين الوليدات الصغار نجم نسيطر عليهم بطريقه او باخرى ولدك عمره 14 سنه اش ما جيت نجم تسيطر عليه هو في مرحله ما نجمش يفرق خلينا نكونوا صراحة مع بعضنا راهو ليل هاتف ذكي نجي له هاتف ما تنجمش ولادنا الان زاد عمره 14 سنه يمشي للمدرسه يلقى الكل عندهم هواتف ذكيه وعندهم ايباد وهو لا يعتبر نفسه خارج الاطار وخارج المجموعه خرجنا من الموضوع جست ملاحظه ما تنجمش معناتها نوقفوا ناس باش ما يقدموش ماتير حتى كان رديئه على خاطر واحد ما نجمش كما قد لك يتحكم في صغيره نحي لصغيره الحاجه لاكسي والناس تقدم الماتير نتاعها والله كمل بيبي لطفي بوشنا كل ما قالها لطفي بوشنا 10 ثواني لطفي بوشنا قال انا ما نخليش روحي تحت رحمه المنتج يعطيني الرداء ننتجها انا ننتج وحدي انا نحب نولي عندنا ثقافه ذي انا مسؤول امام التاريخ نهار اخر هو قالوا له كي ما تبيعش الوحن قالوا مش مشكل بعد 100 سنه باش تجي ناس قدر الفن نتاعك هكا هكا به انا جوست نحب نقول حاجه تتفرج انت في الشرب لا
تفرج حتى واحد. يعطيك الصحة، يعني ثم عباد أخرين ما يتفرجوش. يا ولدي أنا مش خايف علي، مش خايف على روحي، خايف على وليداتي. أنا نوزر اللي ما نجمش يقدر. تقول هذيك رداك، هو يحس رداه وطيب بدر ما حسش. ما نجمش يحس ولينا صغار، ما نجمش يحس. ما نجموش، راه فما حاجة حماية الطفولة. فما حاجة نحمي وليداتنا. الطفل أقل من 15 سنة. خليني نوضح لك النقطة، خاطر فينا برشا. يتفرجوا مثلا في شورب. بالنسبة للصغيرات، ثم صغيرات. ياسفين ياسفين جوست كمل لك فكرة. ثم صغيرات عندهم ايفون وايباد وكذا ومحلاهم ويفتقوا وناجحين وما يعملوش الواحد. ارجع للوالدين ما ترجعش للايباد. انا ثم بيض عندهم الايباد والايفون ودرشني وكذا ومحلاهم يخرجوا بنات واولاد ويسروا وكل شيء، اما نظاف ومحلاهم متربين وناجحين. يعني ساعات ترجع للبناك مش موافقني. اما هذا طبعا صعيبه هو العائله صعيبه معناتها. باهي نمشيو للفيديو اللي من بعده. صحيتو زيدو خربوا. هذا عمل جون القايلة في موسمه الثاني على الوطنية الأولى. سلسلة شكرت برشا سنة وبرشا لقت برشا برشا عجب من برشا ناس وسورتو من الصغيرات اللي عجبتهم الخدمة اللي كانت فيها مؤثرات خاصة وخدمة جديدة على العتوانسة للمخرج مين شيبوب. تتفرج انت سيرين في جون القايلة؟ مش برشا، ودي يتفرج، ودي يتفرج فيها ونسمع معناتها كي يبدا يتفرج يبدا يضحك ويجي يبدا يسالني ماما هذاك علاش عمل هكا وهذاك علاش قال هكا. معناتها هذه حاجه باهيه برشا فريمون. السيري هذيا بسيطة يفهموها الصغيرات، ماهيش ممله، ماهيش طويله، ماهيش صعيبه على معناتها تفكيرهم البسيط. وامم طون معناتها ابري تو توصل لهم الميساج. انا تذكرني في تشانشينيت قبل في بلوتو الفوازير نتاع قبل، معناتها الاشرار والعبيد الطيبه والحرب هذيك معناتها خرجتنا من توسكي مشاكل اللي توا قاعدين يتخطيو فيهم في المسلسلات. معناتها فريمون عمل يستحق الشكر. توتو تفرجت فيه شويه شويه تفرجت فيه شويه، فما حاجات شفتهم حاجه حلوه ياسر، حاجه حلوه ياسر للصغار في لي زيفي اللي كنا نشوف فيهم قبل. احنا في افلام الهنديه والسحر ومنه وكل شيء قاعده تعمل دي زيفي سبيسيو في الحكايه هذه، وخاصه حكايه التكنيك نتاع المكياج كما كنا نشوف في سيكونس من الاولى. سيكونس تحسها صعيبه والناس وشوفوهم الشوت تاع الشوت تاع سيكونس حلوه برشا، خلاتك تضحك من الاول. كنت باهي اعملوا هكا وشواطن وخرجوا البلاد فرغوها وكل شيء ودار شكون دار شكون، بعد في الاخر تبعني سي صح. هذا الليمور العفوي يجي حاجه حلوه 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 برشا. هو يشد من جينيريك، السيريا دي تشد من جينيريك. انا من اكثر المعجبين بالجينيريك بالحق، نسمعوا يعمل لي برشا جو. والولاد ولادي انا بالطبيعه من اكثر المعجبين بالسيريا دي اللي تبعوها ويتفرجوا فيها ويفهموا بها برشا حاجات توصل لهم يقبلوها يركزوا معاها من اولها لاخرها. مشهد كيما هذا فور اكزامبل هما يفهموا به الشر والخير، معني يفرقوا بيناتهم الزود. مش تجيب زاد واحد شرير لابس كرافات وكسوه وموقف شعره بالجيل امبوسيبل، دونك يعمل لك الفرق بين هذا وهذا. شفتك اللي في المسخ فوالا ويعاون حتى باش نرقدهم بكري لو كان عندي متصور كيما بالحق. انا نشوف حتى صغيرات في الدار كي يبداوا يغنيوا جنون القايل يبداوا يغنيوا وقلب حجر ودرشون خدمه حلوه. اون فان كونت لقينا حاجه للصغيرات في رمضان. هيله كرم كل رمضان يخموا في حاجه للصغار، خاطر بالحق كنا نحكيو الموضوع كنا نحكيو فيه قبيله. معناتها فما حاجات موجهه للكبار، مسلسلات ديستيني الصغيرات ينسيهم في رمضان. انا فرحانه برشا بلي سيغي من النوع هذايا عاملي وتبعته اكثر من الصغار. معناتها من اللي يبدا اكثر حاجه تبعتها مش عمرك اي صغيره مازلت والسنه قاعده نستنى في الجزء الثاني. معناتها اول مره يخرجوا لنا حاجه هكا فانتاستيك وديزيفي ودماسك وكل شيء، حتى الصغار منبهرين بالله. انا تعجبني برشا سيغي. ما تخوفش، ما يخوفش هكا، تحسوا يفرهد صغيرات اكثر من يخوف. والله انا نتمنى كان جا وليداتي بحذايا، راني تبعت معهم البرنامج هذا بحكم اني وحدي عايش للاسف الشديد. ان شاء الله انطلاقا من اخر جويلي عائلتي تلتحق بيا في تونس تفرجوا فيه موجود على الانترنت. عاد نولي صغيرات نقول لهم تفرجوا فيه على حسب ما حكاوا توا الشباب. انت ما ريتوش؟ لا للاسف والله اول مره نشوفه. نعشتهم وقلت هو نتاع صغار. ياكو قاعد تتفرج وجه الصغار قالوا وجه الصغار واش حتى يجيو اولنا صغار واخرنا صغار وقت يجعد بعشق الفتر مباشر بعشق الفتر. اي بي ان شاء الله بحاول نوعدك غدا نتفرج فيه ونقول لك رايك. ما يخوفش خاطر لي زيفيل ديالوج حلو بتاع تبديل في الصوت، يعني حس كانوا ديسان مع الصغير يتمشي. اما سامحني فما وصلت وليد يعيش في لا جانجل
بوه نهار الكل يحطوا فيك الافلام الديسانيمي نتاع السيوده والقروده ويتفرج فيهم سون تري جونتي لي ليفر دو لا جانجل يتفرج فيه ديم. ولا الولد يخرج الشارع يخرج لفسط الغابه يولي يلعب مع القرود هو صغير يلعب خيالهم كيما موجودين في الديسانيمي في العفويه نتاعو وبوش قاعد يعمل تاني ولا يصور فيه يصور في الولد كيفاش يعيش في لاجانج مع الحيوانات المفترسه وكل شيء ويبيع له في وعلاش العمل زاد هذا صعيب خاطر تكنيكمون باش تتعامل مع الصغيرات زاد في الديريكسيون كل شيء توفيق حاجه حاجه ماهيش سهله لا لا, 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 لا الوليدات مغرومين مغرومين تو في الديزيام سيري اللي قاعده تتعدى تو عندي وليد كنت نقري فيه هنا زاد يقرا في ايكول ليبر ريتو في التشكيله مع الوليدات فهمت باهي هاي نمشيو للفيديو اللي من بعد احلى سي تري بو كيما تشوفوا دنجري هو تاعنا زايدين تاعنا الجو التونسي الجو التونسي وجيخه اخرى بطبيعتي انا داخل الدار بعدين بلدية وجو يلزمني نكون بلدي مرحبا بيك مرحبا بيك اي ومرتك وين تا ومرتك تشرف الصبور ناخذوا العظمات خمسة عظمات تومي اي خمسة عظمات عايش خليني فيا كفيني بالله عطي ديك عظمات نحطوهم مع السكر بعدها نحكي لك فوالا انا نحبش نقص على اختي تحكي اما نحسك حزين ومنكسر لا مكتوب ربي راهو يا وليد وبرا ما رجعتش مرتك فايدة في المكتوب رجعت قلتك أنا أنا مطرد مش هي هي في دارة دار ملكة أنا اللي غالب هذاك عالم خمش على روح وقالت برا خرج خرجت ما يقول إيه لعل ما كان يقول لك خرج علي من داري لعل المحني ولا أعطيني نتاعي لعل تتكألا لا قدر معنا لعل تكلمك تقول لك أرجع لعل مثلا أنت تلقى بنت حليل أخرى معناها لعل شوفوا لعل فهمت مش شرطي تكون دارها ما تعرفش ما نقول تكون بزينة بعينها بثقافتها بأخلاقها بضحكتها بتشهليلها بجوها فهمت مكتوب الحياة مكتوب ناخذوا تحطي وحده كيفاش عملتها؟ هذا برنامج قفة رمضان هو الروتور القفة هو الروتور تاع جميلة بالي ومعها مهشتور نورمالمون من العبد القوي كمان شغال تاعي من العبد القوي مهشتور ومعه وليد خويا مهف فيك خاطر ما عرفتيش بلا عرفت الراجل في المكان المناسب صراحه في ساعه يختف هكا ومعهم وليد تونسي اسكندر كنت نحكي انا وتوتو نزار تفرجت بالكدا في السيكونس تقريبا نفس الملاحظه تحس ليكيب مقسومه ماهيش تور وجميله بالي لاهين بالثياب وخمسه عظمات وزيد شويه زيت وهي الاخرى من العبد القوي وليد تونسي تحكي له على مرته ومكتوب وكل شيء وشتور وتتشوح كان فما حاجه ما نعرفش بيزار ما الملاحظه الكبيره في الموضوع كيما هذا وكانه الحصص نتاع الطبخ تبدلت معناها ما عادش فيها كانت طبخ كهو ولا فيها سبيكتاكل اكثر من فيها استقطاب النجوم باش نجم انت تقعد قدام التلفزه وتتبع لروسيت الكل رجوع جميله بالي نصوروا حاجه باهيه بالنسبه للتلفزه لكن الكونسيبت اسكو واحد يقبل هذا ولا لا مره اخرى واحد يشطح جماعه طاو الدور في الطنجره والراجل يشطح في وسطه يعني ما طبال انت عزرد في الاخر بالحق ما فهمت شنو المغزى بالله في الاخر اسكو ركزوا مع الكلام ولا ركزوا مع الغناء ولا وشتيح وغيره ولا تركز زاد مع الحوار اللي بين منال ووليد زاد كان حوار شيق ناصر ركزت معاه لين الحوار انا حسب اللي في بالي معناتها حسب اللي في بالي الفكره انه سوا ديزون جميله بالي هي الام وذوكم الزوز بناتها ومش معرسين وحايرات في الكوجينه وجاية هي باش تعلمهم وهما في كل مره يحبوا كل واحد علاش هما تكحر وتتشوحر هو تمثيل اون فيت يمثلوا فكره باهيه ما يظل ما تخدمش لا باش نعطيك الفكره انا اللي في بالي وهي تتشوحر على خاطر كل واحده فيهم تحب فوالا كل واحده تحب توري انا خير انا نعرف نطيب خير وانا باش ندبر راجل في رمضان خير على خاطر نعرف نطيب تمثيليه عاملينها هذا اللي في بالي مش قراءه لا لا سي ان سيناريو لا لا سي ان سيناريو هو عندك فكره مثلا معاه والا ضده موضوع اخر انا نحكي لك على الفكره علاش هو قال تشوحر وهي تسال فيه على مرته وعرس ودرشنو اي خاطر اليوم حبوا يخرجوا من الكوجينه الكلاسيك تاع امراه على السلامه مرحبا بكم نعم حاجه باش تخلي العباد تتفرج فيهم انا الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش اولا تاع معناتها حبيتها جميله بالي اذا كان رجعت في كونسيبت واحد اخر خاطر كم امراه عندها ما تقول في الكوجينه ما شاء الله عليها الحاجه اللي ما عجبتنيش نزار الايماج اللي باعتينها على المراه
والمراه اللي مش معارسه. احنا كوميم اوني اسي ديبوندون انديبوندونت احرار نفسنا، معناتها ماهوش راجل باش يقيمنا ولا ماهوش باش تقف عليه الدنيا. دونك اللهفه اللي عندهم كل ما يجيهم معناتها انا انفيتي ماسكولان يهبطوا عليه، تقول شي دنيا بشتوفه اذا كان ما يخطبهمش ولا ما يقول لهم شيء ناخذ فيكم، لين نطيحوا في الكليشيه معناتها لين نوليو معناتها اونتر غيمي ديبيل. سي ديبيل سفيان أنا نضم صوتي لبنيتي. نكره ابتذال المرأة، ما نحبش المرأة تتحط في صورة صورة الأنوثة حتى ولو في تفدليكة. أنا رأيي في التلفزة نحب المرأة تتقدم، خاصة المرأة التونسية اللي هي فعلا عندها تاريخها وعندها نضالها في تونس. ما تجيش، ما نحبش أنا نشعر المرأة ولات كانت تشيء تصبح كأنها شيء فقط للعرض ولل. نحب المرأة التونسية، المرأة بقيمتها، المرأة المتعلمة، المرأة المربية، المرأة اللي قاعدة تبني في بلادها، المرأة اللي قاعدة تبني في جيل. أما تتحط المرأة تبدأ تذوب وتبدأ عدها باش تذوب في التلفزة، ما نرتاح لهاش حقيقة. ما نتمناش أنه بناتنا التونسيات أنه يخدموا بالشكل هذا. باه تخبيان أين شبيك؟ لا متخلقتني الحكاية برشا. هاي باه نمشوا للبيب وراجعنا معكم في التشكيلة، ما تبعدوش. مرحبا مرحبا من جديد، هذه التشكيله مازال معاكم في الجزء الثاني، معنا توتو سيرين صح سفيان ليندا سكون. مرحبا بكم الناس الكل، وصلنا للحظه الحاسمه، اللحظه اللي حبوها برشا ناس ويستناو فيها برشا مشاهدين وبرشا قاعدين يتفاعلوا على الموضوع هذا. الفيزيتا قبل ما نبداو في الفيزيتا، ثم شكون بحضينا في البلاتو عنده مده من البدايه في ريجيم، عنده جمعتين تقريبا بدا في ريجيم، وعدنا شويه تصاور على الشخص اللي موجود بحذانا في البلاتو، كان تصاور حاضرين وهو قاعد في هو ريجيم. قاعد ياكل يتريجم فاش كان قاعد ياكل بالضبط، كان ياكل في ماكله صحيه جدا. اظن تصاور ضيف اللي بحذانا تو نكتشفوه شويه اخر، هذا لانديس لولاني، المقرونه فوالا. هاو فاش قاعد ياكل كلاس، هذا يظهر لي كلاس كلاس. اي هاو فاش قاعد ياكل ضيفنا، هاو فاش قاعد ياكل في اطار الريجيم. لندا رحالي هاي فاش قاعده تاكل في المقرونه على الاغلاق قدم برشا. اي هذا الريجيم، هاو الريجيم الصحيح. هذوما نوفمبر 2017، هذوما هذا يا الريجيم. هذوما في شهر نوفمبر اللي فات ماكله طاليانيه كان لاحظتوا مقرونه وبيتزا و ما سمعناهاش تتكلم. اي لا مشيت لايطاليا ما نجمش نمشي غادي ما ناكلش، امبوسيبل. مع شكون فيكم صباح الورد والياسمين للناس الكل. ليندا نقصت 7 كيلو في جمعتين وتوا مواصله في الاسبوع الثالث بتاع التحدي، وتحب توصل الهدف بتاعها وتنقص 15 كيلو قبل رمضان. اي وينكم جماعه ريجيم ليندا، قداش نقصتوا في جمعتين؟ نقصت 15 كيلو صفقوا عليا. صفقوا اي كمان 15 كيلو بامال سيرين. اي بامال 15 كيلو مش شوي. بون كيما الناس الكل نحب الماكله البنينه، دونك المشي هذيك تصاور قدم روا وقتها سافرت، والحقيقه الماكله الطالينيه شكون ما يحبهاش، اللازانيا والمقرونه والبيتزا والكلاس والجو الكل. دونك روحت خذيت برشا كيلوات، قررت باش نعمل ريجيم، دونك نقصت 15 كيلو. نسلم على مونيك تسمع فيا في الميسيون تاعي معايا اخصائيه في التغذيه منى السعيدي، نحكي والكل قلت لها راني عمري ما وصلت للبوا هذا، نحيتي كل هكا ولا اقل شوي. معناتها في ظرف عام لقيت روحي تو ما عادش تاكلهم في الرجيم الحالي هذا حاجه. لا تو رجعت عاد باش نعدي حياتي كل رجيم. فوالا باش تشد ايش تسمى هذيك ستابيليزاسيون فوالا. دونك قالت لي برا معناتها عندك قلب هذا اونتر بارونتيز ساندويتش شعبي عندهم في باليرمو مرقة بطاطا في تونس تسمى بطاطا اونتر بطاطا، اما حاجه بنينه كيما احنا عندنا البليبي، هما عندهم غادي اكله قلت لازم ينذوقها. عندنا في بنزرت زاد كسكوت بال فوالا. دونك نحيت 15 كيلو عم حطيت في قلبي في 5 جمعات ولا قديش نحيتهم الكل. برافو يعطيك شوف بلاتي العقل متاثر برشا، ناوي باش تعمل ريجيم باجي شخص
والله ريت ما تاثري انت تاثر والله قاعده تحب المراه نتاعي قاعده ديما تخلطي فيك النعناع والفريز والله والله على ذكر الريجيم انا سيترون نقصت في الشتاء 10 كيلو ثم اللي قال لي مخي بك وليت قال لي بالحق الضعف ميوتيك ثم بالحق اللي ضعفي ولي خايف شوف فما جوست الاستئناس عبد كي يستانس بيك بجباري معين الى دو مال اكسبتي سورتو كي يجي ضعف في بيريود قصيره الى دو مال اكسبتي اما يصغر الضعف تحس واحد على بلوس سبورتيف لا با فورسيمون بون يصغر اي معناتها واحد تحس روحو خف اما في لاسبي فيجوال نتاع العبد با فورسيمون راه هاد لي ريد يظهروا اكثر مش كيما البو تبدا مشحوطه بالشحومات وبالريتونسيون دو كيف ما تتفشخ مش شحومات سي با لا فما علاقه بين الطول والوزن العلاقه المثاليه بيه الوغ العلاقه الميثولوجي سي سا هكا تسمى لي لي ام سي لانديس دو ماس كورسوريل العلاقه هذيك سي فري قرينا عليها وخدمنا بها لكن انا واحده من الناس ما عادش نخدم بها علاش على خاطر ما تعطينيش الكومبوزيسيون تاع البدن يعني تنجم يكون عبد متر مثلا جودي مترو 63 يوزن 65 كيلو بدنو أمور واضحة كي تقيس لو كومبوزيسيون متاع بدنو مالغري لي ام سي يقول لي هو اون سوربوا لكن كي تشوف كومبوزيسيون متاع بدنو ما عندوش حتى اكسي دو غريس كيف ما ينجم يكون مترو 63 ويوزن 58 كيلو دونك دون لو بوا ايديال مي عنده ان اكسي دو 5 كيلو دو غريس دونك سي لا كومبوزيسيون متاع البدن هي اللي تعطينا لا بريزونسيون تعطينا الفيزيت بي فيزيت نتاعنا اليوم دونك ماخذه في الخاطر في اسكندر او كديما انا باسكندر قلت سيدي خايبه دونك باش نحكيو على لي زاليمون نسمعوك ونشوفو نسمعوك ونشوفو عندك شك معناتها تدرس عليك انت خليوها تكمل باش ناخذوا فكره على لي زاليمون عندنا بليت سيرمون اي شو 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 ام بو سيريو بالحق عاود 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 شكون يقص عليا عاود عاود خليني نكمل انا ديجا جي دو مال ا بارلي اون عربي معناتها نبدا الكلمه نستنى فيها بالسيف جديني بالعربي عملنا خطا تو احمر امشي خليت كمل دونك باش نحكيو عندنا دونك فيزيت نتاعنا اليوم باش نحكيو على اوكليت عندنا على بلوتو دي مي معناتها دي زاليمون اللي في المنظر نتاعهم يشبهوا لدي زورغان دونك اول حاجه باش نحكيو عليها اللي هي النوا الزوزه دونك الزوزه الفكره عندي بها عطيتها لي انت الزوزه في الحلقه الثالثه عطيتها ولا الثانيه عطيت انا فكره الزوزه فوالا هذاك علاش قلت لك انا باش نجاوب عليك اسكندر وقت حكيت على الميموار ولا حاجه على الذاكره مش الميموار ايه على الذكر اي لي ذكر كيف في القلب خاطر عند اسكندر واحد برك يتكلم فرنسي فوالا فوالا دونك بالنسبه للزوزه دونك لافونتاج اللي فيها ديجا شفناها معناتها عندها لا ميم مورفولوجي كو لو سيرفولي اللي هو المخيخ دونك الزوزه اللي تري ريش ان اوميغا 3 غنيه بالاوميغا 3 اللي هي تعاون برشا على الريجينيراسيون تاع لي سيلول ديجا حكينا فيها البارح وتعاون على التركيز وعلى عمليه على الذاكره اون جينيرال دونك الحاجه الثانيه باش نحكيوا عليها اللي هي لافوكا سامحني يا مان ديما كي تحكي لنا قلنا الكميه قداش ناكلوا في النهار مثلا شو الكميه ما نجمش نقول على الكميه على خاطر عندنا لي بوزوان انرجيتيك معناتها هذه حاجه اخرى معناتها عندنا الحاجات نتاع الشخص منين ينجم يكونوا معناتها انت مثلا بدنك يستحق 2000 حريره 2000 حريره تنجم تجيبهم من الزوز ما يقلقش بون باش يقلق لي باش ينقصوني فيتامينات واملاح معدنيه لكن مش باش يقلقنا معناتها في الكميه ديما لا افراط لا تفريط انا ذيك كلمتي وهذيك شنو نقول لي باسيون تاعي لا افراط لا تفريط ما تحرمش روحك مي ما تطيحش فكري اون ديغي تعرف قد ايه 100 غرام زوز انت نعم 100 غرام زوز تعرف قد ايه لا والله مانيش خضاره ما بيعوش في الخضاره زوز دوك العطاري العطاري سي بون انا لا لا بالحق لا لا جاريت جاريت لا لا سي بون كي وليت سي اسكندر تفهم وليت تعرف كيفاش تقيم وليت تفازي كمل على روحك يلا كمل لنا لافوكا شنو يشبه لافوكا شنو يشبه كمل لافوكا لا سي بون سي بون كمل لافوكا لا 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 سي بون سي بون يزي والله لا والله جرب يزي يزي لا بالحق اي اي لا لافوكا لافوكا ما نعرفش لافوكا ما نعرفش يا انت ملي جيت على اعصابك راه مش ملي جيت على اعصابي خاطر سي توجور لا ميم شوز ان سارتان مومون فودرا سافوار معناتها يا دي ليميت ان نو با ديباسي اسكندر شنو هما لي ليميت اللي ريتهم ديباسيتهم انا قلت لك فدلك معايا في شخصي ما يقلقنيش لكن في خدمتي باش تقزلني قدام لي باسيون تاعي لي
شكون ملي باسيون؟ انا كل دي باسيون. بي سي بون سي بون. اي سي بون. لا ما سي بون. اسمه هذاك تاع اكسيون قبيله قديمه صلي على النبي. لا الاكسيون نقاو في المترو انا ما نشوفش. ما بينكم واحلى تشكيله. لا ما فاتلكش ديما والله والله بالحق. ما فاتلكش ديما كيما فاتلك. سامحني قداش عندنا نعرفوا بعضنا جمعه من زمان باش تولي فيها. ما عندكش حق نفضل. إلا سي با ميشون يا دايا يا خويا ماشي قص على بالحق بالحق ولا جو لو ديفون با اما ولا سي با ميشون اكيد كيفات لك بربي ماشي قص على احد كمل لنا الافوكا هذا يا سيدي انا باش نقص كان فما حاجه نحب نقص نقص نحب نسال سبحان الله يجي يروح خليه تكمل هيا حكيت حكيت لزوز الافوكا قص على روحك يقعد يا اخي انا سامحني كي تبدا تعمل في جيم واحد كي تكمل عيط كي تكمل عيط ايش هي اسكندر لا لا انا باش نقول لي واحد لي باسيون تاعي ويطيح لي في زوزة ولا فوكا انا في بالي بنقرر في شيخ دراي خلي كم انا موجود انا على المروي كم كم احكي على الزوزة وعلى الهند والله جو دي كومبارا ومي لي كوم سا فاتليك وكاهو لا ولا لا ولا لا انا جيت نوع خاطر خشوع قلنا نحكي على كل شيء قلت حتى في يا حمد يجي شوف امور ما يعجبكش توا قلت لي اون انترفيو وندخلوا بعض شنو فما اي حاجه نتحكي في البريك هنا بعد ما نعرف بارك الله يرحم والدي بارك بركي خلي يكملوا كيف بدك يحكي تغشش يعجبك بالحق يا رمز هي وهي كثروا لها راون هيا عاد صليوا على النبي هيا عاد سيرين يعني مرحبا وين يا رمز لجنة حيل على الخيط ولا خان خال قلع وروع على روح هو فاتليك ولا شيء ولا شيء ونزار شديد واع 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 ما تيجي يضرب لها الباس يخليني انا كيك من بعدها يقول لي ما تخش عليها المره الاولى المره الثانيه المره الثانيه ما خاطر حتى حد انا كملت يكملوا بلاتو ايش قعدت فيه ساعه ربع كملوا ولا حاجه هو انا قاعد تحبوا ترجعوا نخدموا تحبوش انا قاعد هنا قاعدين يا عيطي رمزي خلينا نمشي على روحي انا نخدم راه بي ولا بليش نخدم انا ما يقلقنيش يخدم تفديك تفديك برشا مش بيه كي تولي حتى تقدر شنو تعلي قدر قدام لي هكا ولا انت يا ليل هكا اللي استنيك هيا عليك تخدم هيا صفقة لاسكندر هاي عندك جمعة بالحق تعرفوا مو كوني سيبا هو راهو بليد بليد انسان بليد قولها ويعرف يا تعرف بروح ليه مش بليد يا ابو كل شيء فدليك لا حنين فدليك يا ابو كل تمشي بدون كذب فهمش عليش هاي هاي ما صار شيء هاي الهدى هاي هاي صفقوا لي على اسكندر بالله صفقوا لي على اسكندر هاي لطف عليك اسكندر مرة جاية ولا كاميرا كاشير مرة جاية هاي بالحق تو الكاميرا كاشير هاي عاد اقعد اسمع اقعد فدلك عليك ايش اسكندر تيجي نفضل كاميرا كاشيه هاي اسكندر هاي مش كاميرا كاشيه هاي اسكندر هاي يدي خالي كاميرا كاشيه هكا يا اسكندر على خير دربي تجيج لك حل شنو شنو باش نكلمو بالسيف باش نعمل لهم يحبش يرجع انا كاميرا كاشيه بعد لافوكاش فما يلعب يرجع يرجع ما يحبش ما يحب والله نسيت كم يا ودي اعطيني انا مفتحي اعطيني مفتحي البلاتو موجود لانفيتي موجود اه انا موجودين اللي حاب يرجع يرجع اللي ما يحبش ما يرجعش ولادي هاي الكاميرا كاشان نزال ولادي يهديك الحمد لله يزعل منك هاي 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 كملوا يا ولدي لا ماني كبس جاي انا اللي حاب يخدم يتفضل ما يحبش انا قاعد هاني موجود اها ليه والله اقدر هاكا ثام البرودكتور بحذاك هو يشوف جيت معايا باش نروح بيه هاني هاني اسكندر ليه ما احكي يا لا لا تفهمنا هكا من اول النهار فهمنا انا البرودكتور قلت لك انا هلا حكيت على كاميرا كاشيه وترى شنو كاريكا تبيرجع اسكندر انا ما نجم صار ما لونتوندو ميساج فازي فازي شو مدخلني انا ما لونتوندو صار بينو بيسيرين هاي اسكون هاي قولوا تلبس هاي عاد اسكندر اسكندر هاي عاد عنده ماذا بيه ما نحكيش معاه اسكندر واسع ولا راجل زاد مش حكيت مرة ولا انت كوني با اسي كجت تعرف لا ميسير لا ونزار يقول لي هاي كاميرا كاشيه هاي طلعت كاميرا كاشيه في الاخر انا با كومبري نقول لك حاجه باش نقول لك حاجه نلخص لك بها واش نقول لك حاجه ريتو هذيك نحن وني 200 بيرسون في الخدمه عز الناس مش في وجهه راه بالرسمي تي تومبي سور لا بيرسون اكثر عبد عسل يا اسكندر الوحيد اللي ما يقصش شعريه هو سيتي سيتي جوي هي الحكايه سيتي جوي جوست انا يلزمني ندخل في اسكندر على اساس كاميرا كاشينيزا يا اخي ابارمون دابا تولي انا هذا كاميرا كاشينيزا والله لا نعرف حتى هنا دار الدار مولا المول قاعد مربع يجي قاعد مربع يديك لحم عملهم لي عملهم لي هو كنت باش نرجع كراه تو انا متغشش من سيرين ايه الحكايه طلعت عد الدنيا تاعك هذا مو ايه الحكايه طلعت كاميرا كاشيه خويا
جاو قالوا لي يلعب ذري ما عادش عندنا من نقدر فهمنا على اسكندري اخي هما فهموا علي فلسطين نزار وجلم الجماعه فهموا علي انا اخويا عندي ناس طيبه في البرودكسيون قالوا لي معلم راك تعمل الفيلم كامل اللي انت تنرفز خلينا نخسروا نزار تخسر نزار شو انا روح والله يا رب يهديكم صحيح ملا جماعه يا صاحبي والله لا في بالي في الاخر دار الدراسه انتم ما عادش كرونيكور وكرونيكوز ودرا شنو واليوم ممثلين خير يا خويا والله يجيبوا لنا حتى برودوي جديد ثاني مره يعملوا لي ثاني مره يعملوا لي كاميرا كشي هذا عندي فكره باش نعملها ريتو هذه ليه ولين ده نعمل هكا ونحها ونعمل اللي نحب واضح كل منك العقل خلي حاجه مسكينه اللي انت سخفتني والله لا يسخفني مش عندك جمعه تعرف لافوكا لافوكا غلطه فيك باهي خويا باهي هاي لافوكا ترجع لكم والله ترجع لك يا حمدي هاي لافوكا نزار دمك كبير ربي لحظه هاي بربي صاحب الفكره هو حمدي ولا والله حمدي صاحب الفكره هاي زي محذانا سي حمدي هاي 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 خلي يعرفوك العبيد ماك أمامك تحبش الظهور أي شيء هاي صفقوا عليه خلي يجي عاد هاي هاي بابا يمشي هذا هذا يمشي الميكرو هاي سي حمد يمشي يمشي هاي وينو حمد؟ يا تو يمشي برا برا جيبو اسكندر والله ما نجيب هاي عيط له هاي محلول الميكرو ولا تعبني عرقني يمشي الميكرو هاي هاي جا سي حمد خلي تعرفوا عليك يا مسهل صاحب العمايل هذا اللي سايب في السموم راهو والله هو اللي عم في الرداء يعدينا في الرداء هاي يا بابا هاي يا بابا سايبك تعاود ترجع هاي بربي تسويق على سيد المعد اقوى من هكا بالله يا سيدي يا بن سيدي هذا يا سي حمدي المسيهلي معد البرنامج حمدي سلمت على جماعه من غادي وحنا سامحني انا ما مثل معنا هذا يا السيد اللي يقوم بكري مرحبا يقوم تقريبا من 10 بتاع الصباح يخدم القايت هذايا وانا ديما بيان سور نقوم الاربعه ترقد نكلمه نقول له شعدنا سمعتناش في الميسون تحيه كبيره لي علاش؟ علاش عملت لك؟ ليه على خاطر حسيتها مشلقه ياسر قلنا علاش ما نعملوش تقلب الادوار تولي انت الضحيه في عوض يكون اسكندر علاش انا؟ هو سفيان سفيان محضرين لهم محضرين لهم ما حضرتوا لي عاد شنو باش مره خلي مره بركه نعم مره في رمضان مرتين خليها ثلاثه على السنه بربي احكي لنا حمدي في الخدمه اكثر واحد متعب كباري انا بالله اكثر واحد والله محليهم محليها التشكيله بالرسمي ما نعرفش العباد لهنا ما في بالهمش ان احنا حضرنا التشكيله في ظرف ثلاث ايام ما يعرفوش بعضهم بالكل تو تكلف لونجي دبو زمان في القهوه هذيك تك 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 في لافايت ما يعرفوش زمان ظريفه ما يعرفوش بعضهم الناس الكل حبوا بعضهم خذوا على بعضهم اسكندر اكتشفت فيه انسان اسكندر هيك يتكلم مليح مثقف لابروف اللي بعثوه يمشي يحضر على القرعه روسيا توفيق بيان سور ما يسحقش حتى تعريف سيرين جبناها باش تحكي على الماكله ولا تحكي في كل شيء محلاها ظاهر نعتبروها النواره نتاع التشكيله سفيان خويا باش يكون في بالكم شنو يصير في اللوريات اول حاجه قص على سفيان قص على سفيان صار هو اللي لا لا صدقني قص عليه يزي يزي اي حاجه فيها حاجه بتاع مثلا تاريخ اسلامي ولا دي الحقتين الاولانيين مشاو الناس الكل قالوا لي بارك الله فيك تعطي في نصيحه باهيه شويه كتمني خويا حكينا على الريال حكينا على الريال يعمل لي قول سيرين ميسي يلعب في الريال قول سيرين درشني هو راهو يحب يخرج هكا الحاجات باش نقولوا ميسي يلعب في برشلونه برافو ماما مية لا استنى بشوية ساعات يقول لي ها والشيخ بدا أمان كي ساعات ساعات من شهور بنمشيو معاك مثلا لألمانيا ولا بلاصة والله في الكواليس يقول لي ما شاء الله عليك يا شيخ قال لي أنت اللي عامل التوازن وعامل التوازن يعطيك الصحة حمد ميرسي نزار عايش ميرسي الناس الكل يعطيك الصحة أكثر واحدة راه تغصر في الحكاية مش نزار غاضني خاطر بالحق عبد الباهي مش خاطرني بجنبه تحية لك حمدي وتحية زادة للفريق العدد الكل اللي مع حمدي خاطر مش وحده في الخدمة معها كيف معها مروة هيفا رحاب تحية زادة لخالد تحية لأنيس تحية الهادية تحية لعبد الكريم يخزروا للناس الكل تحية للناس الكل عزوز بيه تحية للناس الكل تحية المدير التقنية المخرج ومدير الانتاج الناس تحية لك انت أنس الخير والبركة آية كملي تصوير وسنا لافوكا 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 محامي هذه خارج الكاميرا كاشي ما عادش قص عليا اسكندر
قولي برك شو كي نغمز لك ما تنعرفش بالعربي لافوكا لافوكا الوغ لافوكا يشبه الارحام دونك يستعملوه برشا قبل في الطب باش يداويو العباد اللي تعاني من مشكله في جبين الصغار دونك ان بروبليم دو فيرتيليتي دونك الحاجه معناتها اللي نقولوها معناتها كيما نقولوا احنا الطبيعه elle fait bien les choses ما تعرفوش اللي لا دوري دو ماتوريتي نتاع لافوكا معناتها لافوكا باش يخلط يتيب يحب له 9 شهور معناتها سي لو ميم سيكل نتاع جيني فوالا اكزاكتومون دونك الحاجه الثالثه اللي باش نتعداولها اللي هي الطماطم 9 شهور 9 شهور pour arriver à maturité دونك الطماطم alors الطماطم بون انا اختار تصويره اخرى اللي فيها طماطم مقصوصه باش تقرب اكثر للساده المشاهدين بالنسبه للطماطم كي نقصوها على اثنين باش تعطينا نفس مش الكلاوي القلب نفس الفورمه نتاع القلب حتى لا رمز التكنيسيان تصون قال يقول لها ثم فوكا اسبوعي ولا الو فما حتى اللي يجيب سيزارين فما زيد دونك بالنسبه للطماطم فيها القلب الطماطم دونك فوالا تشبه للقلب تعاون برشا فيها ملون اللي يعاون برشا على حمايه العضله نتاع القلب من تو سكي امراض نتاع ديزانسوفيزونس كاردياك بار لا سويت دونك الخضر اللي بعدها اللي هما السيلري الكلافس دونك شنو تشبه؟ الكلافس اي اي الكلافس احنا قلنا على الاعضاء في جسم الانسان تشبه للركبه كبده لا لا للعظام فوالا للسمون فوالا اكزاكتومون دونك وينو الكلافس؟ هاو باش يجي الكلافس يعطينا الكلافس دونك الكلافس سي اون سورس دو سيليسيوم اللي هو فوالا اكزاكتومون دونك اللي هو سي ان اليمون شيميك اللي يعاون برشا على على هذاك تزم غرفه الشربه يطلع معاك هذاك هو سامحني انا هل ما يتاكلش يحطوه في الشربه يحطوه في الشربه باش يفرغ مكوناته في يعني الشربه هذيك معناتها الشربه كي تبدا طايبه بالكلافس فيها برشا سيليسيوم اللي هو يعاون على حمايه يعني العظام مش ما تاكلوش مش مشكله فما شكون راهو يقصوا في السلطه فما شكون يقصوا يتاكل احنا عندنا جبنين بالكدا يعطيك صحه احنا عندنا عاده اللي نرميوها هكاك معناتها كيما نقولوا بحشيش وريشو لا تنجم كيما المعدنوس تقصوا تريفات تريفات هو زاد كيف كيف يتقص ويلي معناتها يلي اغريابل لو كوما ديليسيو اللي ديليسيو هو نحيوه مش ضربه على جنب لا لا السفناريا نتعداو للسفناريا دونك السفناريا دونك منظرها كيف ما العين يعطيك الصحة دونك فيها البيتا كارونتين اللي هي تعاون برشا على الماس مسكولير دونك تعاون برشا على حماية العضلة نتاع العين وتحمي معناتها الونتيرم من لي بروبليم نتاع الفيزيون دونك انا مش نحكي برشا في شبه للعين لا لا هذه صلات امك حورية حمد الله يهديك يا حمد ماهيش مغفصه امك حوريه مش مغفصه مش مغفصه ماشي امك حوريه تبدا مفرحسه الكل شويه توتون وشويه هريسه عربي فيها وشويه واحد ها امك جاكلين انتم اول نهار تعملوا ولد بحر ولد بحر ومع السفنير يا امك حوريه سلايتها كي باش ما تقعدش تعمل صوص تاع طماط الحاجه اللي بعدها باش نتعداولها هي اللوز دونك اللوز هذا كيف كيف يشبه لا مش يشبه للعين زيدا هو لكن يشبه للفورمه الخارجيه معناتها ديما نقولوا الى لي زيو اون اموند معناتها العينين في فورمه اللوزه دونك اللوز الى اكسيلون كو سوسوا كي ناكل ولا نعمل بيه دي ماسك يعاون برشا على مشكله التحويق دونك ماسك باللوز وبالحليب الى اكسيلون بور لي بروبليم اللي عندها ماسك يعاون على تنحيط التحويق بربي لندا قالت لك قداش من جرام بس خاطر غالي اللوز لا هو قال قداش من 138 جرام 138 جرام 138 39 يولي مضر ينجم ينجم يعمل العمي بي الوغ اخر حاجه دونك باش نختموا بها اللي هي الجنجمبر اللي هو زنجبيل دونك عنده لا ميم فورم كو ليستوما دونك المعده نتاعنا دونك تعرفوا اللي زنجبيل ديجا حكينا عليه عنده بوكو دو فيرتو على المعده يعاون في الهضم يعاون في لي بروبليم نتاع الديجيستيون يعاون العباد اللي عندهم البالونمون والغاز اي سورتو العباد اللي عندهم لي فوميسمون اي لي دياري فوالا زنجبير يقولوا سفيان عنده قصه مع زنجبير صحيح يطيب واحد انا عندي قصه مع زنجبيل هكا قالوا ترابيه تعمل دي زنجبيل نحبه برشا لاني كي قريت عليه لقيت عنده علاقه في كل شيء في البدن تصفية الدم دقات القلب في الكلاوي في عدة أشياء مذكور في القرآن أن الحاجة مذكورة في القرآن نعطيها أكثر أهمية ونقدرها برشا تاع
تقريبا ما يفرقش داري، ما يخرجش من الدار. نعمل عصير اكثر حاجه. كيف بتعمله له مسكر؟ والله ديما في الدار خويا، نحبه برشا وعندي بيه علاقه حميميه جدا. صحيح نستعمله في العصير اكثر، مش في التطيب ولا في حاجات اخرى، ونعتبره حاجه نعش انا نحس فيه قاعد يمشي معايا بالكدا. استعمل زنجبير لندا؟ استعمله ايه، استعملوا اخضر سورتو توا في اللي من قبل ولا من قبل الريجيم؟ من قبل حكايه الريجيم جي بري كونسيونس اللي هو كيما كان يحكي يا سفيان، فيه برشا فوائد. دخلته في العادات، نبرش ساعات يبدا فخي هكا في الماكله ونطفي ساعات، فهمت؟ لا حاجه باش نرجع معاكم من رمضان زمان، باش نحكيوا على رمضان بكري. واكثر واحد حضر على رمضان زمان هو طبعا هو هو توفيق. وانت اليوم لندا لبسه هكا زمنيه شويه تونسيه. لا ميرسي النقشه اللي فريمون يستحفظوا على اللبسه التونسيه. انا نشجعهم سي توجور ان بليزير. هما شافوا رمضان صح يعيشك. صح عجبتكم؟ حلوه حلوه. لا حلوه حلوه. ما نعرفش قبل الريجيم كنت نجم تلبسها ولا هذه؟ عملت لها ريجيم سبيسيال على انستغرام. شوفوا لبسه برميل على رمضان زمان، وهذا رمضان بارابور رمضان تاع زمان. صحيح ما عادش النكت. رمضان زمان كانت ريحته تتشم قبل 15 قبل الجمعه. ريحته دخلت عاملهم انا خاو كبير كان رمضان. تفضل. لا رمضان زمان كانت بالحق فما فرق كبير. فرق كبير بالحق. نمشي نروح. لا بالحق لا ولا نمشي نروح. نذكروا الصغيرات رمضان كان سبيسيال، للكبار كل شيء. برمي الحاجات نذكروها في رمضان مع الاذان هو المدفع. كنا تقريبا شوق الفتره على حس المدفع ونسمعوا المدفع كي يضرب، وذولي رجعت في بعض المناطق في تونس، في ريانا، في الكي، في برشا مناطق. نقص علي توتو لازم نكمل هذاك. على زميلتنا مروه العلج خرجت وعملت لنا روبورتاج على المدفع، نتفرجوا في الفي تي ار وراسها. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ورمضانكم مبروك. شكون منا كي كان صغير ما مشاش في باله اللي المدفع هو عبارة عن كرة حديد تترمى في السماء، اوب تهبط تعمل حس قوي. انا مثلا نهارين التالي وملي كنت صغيرة وانا ديما نسأل روحي الكرة الحديد هذه كي تهبط وين تمشي؟ سهل ياسر. انا هنا اليوم باش نحكي لكم على حكاية مدفع رمضان، كيفاش بدات، علاش منعوه، لواش رجعوه، وكيفاش يستخدموه. قصة المدفع بدأت في مصر عام 865 هجري، يعني قبل بأكثر من 570 سنة. تعدد روايات اللي تنقل أصل استعماله، لكنها كلها تتفق في أنه أول مرة تم استخدام مدفع الإفطار كانت محض صدفة، ومن وقتها ولت عادة رمضانية قارة. أقرب رواية تقول أنه في عهد الخديوي إسماعيل، وقت اللي جنود كانوا نظفوا في واحد من المدافع، انطلقت منه ذخيرة على وجه الخطأ، وتصادف أنه في وقت الأذان في شهر رمضان. وقتها الناس عجبتهم الفكرة واستحسنوها، وظنوا أن الحكومة اعتمدت المدفع كتقليد جديد للإعلان عن وقت الإفطار، وبدأوا يحكيوا على الفكرة وفرحانين بها. فسمعت الحاجة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بالحكاية، وهي زادة استحسنتها وعجبتها الفكرة، فأصدرت فرامين أو قانون باش يولي المدفع يعتمدوه للإمساك والإفطار والأعياد الرسمية. ومن وقتها لتو المصريين يسميوا أول مدفع تم اعتماده لتنبيئهم لوقت الإفطار بالحاجة فاطمة أو الحاجة فاطمة كما يقولوهما. برشا بلدان عربية اليوم يعتمدوا في المدفع على نفس الغرض، كما العراق، دمشق، الإمارات، لبنان وتونس بالطبيعة. المدفع دخل في موروث تقليدي للتونسي ولا أحد مقدسات شهر رمضان. لكن بعد الفوضى اللي تزامنت مع الثورة تم منع استخدام المدفع بقرار من وزارة الداخلية لأسباب تخص أمن البلاد واستقرارها. اللي فرح اليوم أنه مدفع رمضان قاعد يرجع بشوية بشوية في كل الولايات في إطار الحفاظ على الذاكرة الشعبية التونسية، كما رجع مثلاً في المستيرة عام 2012، في الكيف رجع بعد غياب دام 28 سنة، والمحاولات لإرجاع في بنزرت مازالت قائمة. لكن قصص المدفع مش ديما سعيدة، على خاطر محاولات إرجاعه في صفاقس عام 2010 أدت إلى وفاة المهندس المدني بالبلدية المشرف على تشغيله. أما القروان فكانت أكثر الولايات وفاء للعادة هذه، وحافظت على إطلاق المدفع الشهير متاحة اللي يعود العهد العثماني مع بعض الانقطاعات. هذه كانت لمحة صغيرة على المدفع اللي قبل كنا نربطوه بالحرب والقتل والدم، لكن تو كرتبط برمضان ولينا نحبوه ونستناوه ونفرحوا لوجوده، وإن شاء الله ما يعودش يغيب علينا.
هذه حكايه المدفع في رمضان. شكرا للزميله مروه العرج على الروبورتاج هذا. يقولوا لي حتى في الوطن القبلي انه ليله رمضان ديما ثم ثلاثه ضربات بالمدفع قبل ما يجي رمضان. خساره حاجات كي من هكا ما عادش موجوده، النكهه بتاع رمضان ولا هالمدفع والحاجات الزمنيه واللمه وبرشا حاجات تنحات كما قلت لك. انا ريحه رمضان كانت تتشم مثلا ما عندنا في القصبه، مش لا مدفع لا حتى شيء، بالعلم التو العلم محطوط جامع بتاع القصبه، العلم يعطي الاذان بتاع شق الفتره، يعني تتشاف جاي في علوه يتشاف بالعلم غير حس ولا مدفع فما بالعيات. لكن التو مازال في القيروان مره اخرى وراه يعني فيها سيكوريتي كبيره ياسر، حفره معموله ويهبطوا فيها البودر بتاع الواحد فما ماشي يتشعل بف مع الوقت قد تجي السيجور، يعني الحس المدفع. وفما حاجه اخرى فقدناها، بوتبيله. لا ولا يسمى بحذان، فما بوتبيله في الكيان يجي مع الشقه السحور فهمتي، يبدا يا ما السحور كان السته تو ما ثلاثه قريب الشيء مثلا يدوروا يا ما طيب العباد من الرجال العباد سهره ممكن ولا تسهر برشا تسهر برشا. أم هي حلاوتها حلاوتها رمزيه رمزيتها مش على هي مش على الخط. لا وكان زاد يقوموا 27 يلموا الهديه لل كل ما يجي هو اكل كانت الفتره هذيك الفتره كان ياخذها هو البوتبيله فهمتي يدور على الديار خاطر انت اهم عاده محافظ عليها من رمضان من صغرك لليوم. لما انا لاحظت حاجه، احنا التوانسه في رمضان نقعدوا في ديارنا، البلدان الاخرى العربيه ايزون توندونس يخرجوا، معناتها تلقاهم يخرجوا لبرا شقوا الفتره لبرا يتزاوروا، يعني الشارع معبي لي ريستورون معبيين، احنا القطوس ما تلقاهش يدور، معناتها هذه العاده اللي مازالت عندنا احنا التوانسه اكثر يظهر لي ما نعرفش بلاد حسب معلوماتي. المغرب العربي كله لا يخرجوا، اما الاغلبيه شقان الفتر اون فامي في الدار سورتو بون العوام الاخر خاطر جاي في السخانه للعباد تخرج، اما في الشتاء وانت ماشي فهمت. يقولوا زاد لليوم في تركيا تلت شهر رمضان 30 يوم موائد الافطار وموائد الرحمن موجوده في الشارع للناس الكل، اللي ما خلطش شق فتره في داره، اللي مسافر اللي في السياحه، موائد الافطار موجود الناس كل. وعندك حق تهز زاد سحورك ولا غيره، ما صحيحه الحكايه. صحيحه نزار، من اكثر الحاجات اللي وجعتني في تونس هي غلق الجمعيات الخيريه اللي كانت تقوم بالدور هذا. خساره، كنا فعلا الموائد الرحمن وكانت الريستورانات تفطر بلاش، وكانت ساعات تلقى تبدا ماشي في لوتروت يبدا يوقفوا فيك بجاه ربي يجي افطر عنا يجي افطر عنا. ملي تغلقت الجمعيات الخيريه للاسف الشديد ضربت هذه الظاهره. توجع في، انا شفت في تركيا اكثر من هكا، شفت حتى تبدا خارج من المحطه نتاع القطار تلقى ناس واقفين عندهم ساك صغير ساشيات صغيره حتى كان ما تنجمش تقعد معاهم، يقول لك بالله يهز هز هذه. وهذه موجوده حتى مازال في مكه والمدينه حتى التوا في المساجد موجوده. ملاحظه على فيما يخص تركيا، خاطر مره انا مشيت لتركيا في رمضان على وقت اكون جي صادفني حبيت نشوف كيفاش رمضانهم، معناتها ماشي في بالي. الحاجه اللي بهتتني في تركيا انه الناس تخدم وقت شقان الفتر مش كيف نحن البلاد تسكر، معناتها لي غراند سيرفاس لي بوتيك ريستورونات التاكسيات راكبين مع تاكسي عنده برشا سياح يجيوهم ميساعدهم الشيء التاكسيست، معناتها وقت اللي جا هذا المغرب حل البوتاغونج بالطفيحه دابو زمان كامل يخدم على روحه، البلاد كامله تخدم موقف حتى شيء قعدت باهته وقت شقان فتر ما فماش هكا الدنيا تسكر. عادة مستحفظ عليه لليوم سيرين. لما حتى احنا لما في الدار معناتها بون هي ما نسميهاش عاده من عادات رمضان، خاطر عندي انا لما فوق طاوله معناتها سي بريمورديال. في رمضان تشق الفطر انت وعائلتك صغيره بركه ولا الناس كل تتلموا العائله الكبيره؟ كل مره كيفاش، احنا خاطر عندنا صغار نصلي على النبي دونك يتلموا الكل مع بعضنا تولي فوضى ما عادش شقان فطر. اسكت انت يعطيك الصحه، نهار عند حميتي ربي يفضلها ونهار نهار في دارنا دونك ماما زاد كيف ربي يفضلها. اكثر عاده ما القايله مقايل خويا في رمضان انت وقتك مره تخدم 8 مره نص نهار مره وقتك وقتي صعيب شويه في رمضان هذاك علي بتقعد ديما تستنى في كاس ساعه قبل شقان الفطر ترقد شويه نص ساعه ساعه ربع هذيك باهي مي ممكن انا نحب على كلام توتو يقول لك انا راه اليوم رمضان ماهوش هو بيدو رمضان قبل سفري ما زاد قبل ما كنتش فما ستة ولا سبعة تلاف تقعد تتفرج فيهم ديما تشدك التلفزيون تشدوك البرامج كان فما شين واحدة مسلسل واحد كاميرا كشي واحدة وقت قهوة وقت لما وقت غيره وقت لعب في الحومة وقت حتى نحكي ممكن على السيكوريتي زاد البرة توفيق انت تو ولدك صغيرك كان سايبه البرة ديما تقعد مفجوع عليه قبل اللي يسيبوك يخليوك بالسوايع تعرف اللي في الاخر راك تروح للدار في اي وقت من الاوقات. ايه باش نستقبلوا بحذانا انيس توت سويت فتشنشينات
كالعادة أنيس مرحبا. كالعادة يجيب بحذانا زميلنا الفنان أنيس المحرسي باش يعطينا ثلاثة شنشينات فريق أيدي أمينة ضد فريق أول نهار نعمل ولد بحر باش نشوفوا شكون ولا ولد بحر تريلا شوية تريلا أنيس مرحبا. عايشك مرحبا. صباح في فورما. صباح لاباس لاباس. نبداو بالشنشينة الأولى. الأولى يلا الشنشينة الأولى. على الميت اللي تفناه جاي حي ينبش فيه قام الميت وكبش فيه. على الميت اللي تفناه جاء الحي ينبش فيه قام الميت وكبش فيه. عطينا سيدي لزانديس لزانديس لزانديس. شوفوا التصويرة الثانية لهنا هي أكثر حاجة تنجم تقرب لكم. على الميت اللي تفناه جاء الحي ينبش فيه قام الميت وكبش فيه. المنداف المنداف صحيح. زبني زبني خسارة تربيتي هكا ويدي امينه وكذا واحد ومحلى لبستك كان نزار سما عينك مقلقتك برا هيا واحد شيء هاي نكملوا من بعد الشنشينة الثانية تقول علي ولد قبل علي ولد قبل بوه علي ولد قبل بوه وقعد في كرشمه مخبي بوه صنيعة ومو خليقة. علي ولد قبل بوه وقعد في كرشمه مخبي بوه صنيعة ومو خليقة. كانغورو شكون ها صنيعة معرسة بخليقة انديس قبل بوه انديس صنيعة بوه علي ولد قبل بوه وقعد في كرشمه مخبي بوه صنيعة ومو خليقة. دمعة بيك سفيان دمعة لا لندا خدت ما فيك ويعمل لك بعينه هكا جمله العظمه الامل فيك سيرين اي امل الحصه كله معلق فيك تصدق الامل فيك الجمهور ربي الجمهور لا لا في خليه مركز مع الجمهور لا بليده شويه يعني كنت فاس كنت صغير جامي والله ما قريتش بكله هاي باش 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 نسهل سهل اي اي لا اي لا يا عظم اي لا الضوء قوي يا سقا ليش اشوف ان الضوء يا يقول ان علي ولد قبل بوه وقعد في كرشمه مخبي بوه صنيعة واحد يقول لك سرك فيه بير بير سيرين في مشاع لا لا هاي الماء والبير لا 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 ولا لا بالحق اسكندر لا لا اسكندر لا اسكندر لا لا ليش قال اسكندر عاودها ديفيوزيون نعاودها بالصوت فابيولا فابيولا متحمس وقال بير عنده مشكل في لا 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 سرك فيه بير بير, بير, بير سكاند لا 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 احترز هاي واحد واحد تويك اسكندر وسيرين ما تجاوبوش خلينا نشوفوا توتو ولندا عشان جاوبت من ديف هاي اللي بعد علي اسمه بالفاء ما عنده حتى فلا مسكر عليه البيبان ويستنى في الرحمه من عند الله علي اسمه بالفاء وما عنده حتى فلة مسكر عليه البيبان ويستنى في الرحمة من عند الله فلوس فلوس ولا غلطة فلوس ولا فلوس ها فلوس ولا فلوس لا ما نعرفش نشكر انا فلوس فلوس في ولا غلط فلوس غلط فلوس 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 ولا لا فلوس لا غلط فلوس ربي الف مبروك اسكندر انا نحييك بارك الله فيك لا لا اي جنان معونا انا نحييك انا مشي لا لا غلط فلوس فلوس لا لا غلط فلوس والله فلوس سايبلها سايبلها مش بتاكل مش بتاكل جمهوري الحبيب فلوس ربي قال فلوس ولا فلوس والله فلوس لو فلوس فترات ثقيلة محطوطة أما تحلف فيا في رمضان على فلوس الإجابة فلوس بارك الله فيك جبته معنا ماهيش فلوس 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 الماني جو تصور اليوم هاي باش نبداو بليندا ربي يستر حلو ولا ما مشيت تغشش ما نصوريش تتغش لا لا ما تروح رياضيه روح رياضيه برا التصويره شو تقول سيدي التصويره تقول هي كمحطوطه في سبيدري ويكاند كانت تذكروه حاسه روحي حاسه روحي برجي بسبيدري ويكاند لا ما تخدم كان في الويكاند تخدم كان في الويكاند ليند اف ام ليندا اف ام هلا ليندا اف ام ليه مش ديبه ثم حاجه سمباتيك ليندا تنجم تسيري شويه عزوز بالحق 1990 عمري ما ثبت فيها لا لا ترى تنجم لا لا سيري لي انا لي انا لي انا
حاط نمره تليفون يعني اسم اللطف. لا ها ها نمره تليفون. فرديفو زين عندك شيء بفضوح نزار فبوسيبل. اي تعطي التصوير نشوفه تصويرة اللي من بعدها. هي لا ميرسي عايشك. لا واحدة لك انت. عالمية السيرين هذا. سيرين هكا مرية شو بتعرف؟ هاي نكتشف. والله الله. هاي اقرانا سينيس. اوكي الكادو هذا السيرين. انا كل مرة نحب نعمل كادو للجماعة اللي هنا بحذانا وما نفرح بهم هم مش كان بالضيف. دونك الكادو هذا السيرين صورته هيك شدة كرشها فريمون هكا شبعانة. شبعانة على الأقل. حتى الدجاجة فرفتتها هكا مشات. دايرة بها الماكلة الكل وهي من فوق تقول شهوة نيتروسيونيست. وشفاش تاكل هي بالضبط؟ لا انا ما نوافقش الراي يا انيس. جو الدجاج وخبز الدجاج سي دي بروتيين. لي بروتيين انيس بنت صعاب الامور عشان خويا يعطيها تصويرتها بس ما نقدوش برشا. ميرسي بوكو يا انيس. دي بروتيين والارتيديت شو اسمه الارتيديت بروتيديت انيس يعطيك الصحه انيس المحرسي. ميرسي بوكو ترجع وقت تحب انيس. وحده عمل تصويره ما قلت له شيء روح به مال مش هاي تحضروا لي زاردواز بتاعكم تو سويت نمشيوا للاردواز. صح هيك هاي نبداو بالاردوازا. هيك هيك ليندا موجوده فوالا رد بالك تعاود تيح. نمشيوا للاردوازا الاولى. تعلقوا عليها تعلقوا عم طاح الفت. تعلقوا على الفيديو هذا بكلمة تعليق بكلمة واحدة. ليندا مناش عندك فكرة على الأردواز هي نوريك فيديو تعلق بكلمة برك. نتفرجوا في الفيديو الأولاني. هذايا هذايا المرمى في البلدان العربيه وكا زوز في الاحبل ينطلقوا سكون كالعاده والواحد حاضر. ربي عينهم ربي عينهم خاطر بالحق هذيك خدمتهم وهذيك خبزتهم وبليجيه ما نصورهمش قاعدين يلعبوا. هذوك الناس قاعده تحاول الماكسيموم باش توصل خدمتها للاخر. وراو احنا هنا في تونس ونديها مره اخرى بالليل للشفاء نحن للشيف شونتيه نقولوا احنا موجودين في تونس. راو ساعات تتعدى تشوف بنيه تشوف مرمى تشوف ناس معرضه روحها للخطر وما عندوش حتى خيار كان يكون موجود في البوزيسيون هذيك. ساعات تلقى مدريه هو في السانكيه مستزيه ميتاج الراجل هاو يليق والله اعلم فما حتى جارانتي حتى حاجه تامنه حتى حاجه تحميه. سيفريكو فما شكون تقام امن ويطلع كل بارير وكلها. فما ناس هكاك قاعده تخدم في الظروف هذه الصعيبه وان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ربي يجيبهم في السويس. علاش تهربوا لي على الموضوع؟ انا نحكي على تراه في الفيديو. سفيان بالطبيعه بالشهر عنده حق هو التعريف سيفري اما ينقل واقع ينقل واقع. هاي خل امل في ليندا. لا امل انا خساره اقول خساره لزوز اسباب خاطرهم حسيتهم صغار في العمر نورمالمون راهم كان جيت معناتها الدنيا يعملوا في فورماسيون يقراوا وحتى كمان نشحوش في الليسي يعملوا حاجه اخرى معناتها كو يدخلوا يخدموا في العمر هذا. فما قوانين تحمي الطفوله ما يخدموش ذوري صغار انا ذوري 16 شويه الحاجه الثانيه السلامه والسيكوريتي بون هي سامباتيك كما قلت انت هي ظهرها محضره راهو باش يصورهم اي فوالا سامباتيك اما بور لي نورم دو سيكوريتي كان تصير اكسيدون ولا حاجه مساكن يمشيوا فيها يخلق من ضعف قوة. معناتها فعلا الامكانيات ما ثماش ما وقفوش قاعدوا يخدموا على رواحهم مش معناتها قاعدين فرحين احنا ونزكيوا في هذه. لا انا نضم صوتي بالطبع لاختي ليندا واخويا اسكندر. احنا ماذا بينا تكون فما اكثر امكانيات تعطاها لاولادنا باش نجموا نطوروا رواحنا اكثر. لكن كان ما عندناش امكانيات ما نخفوش ونحاولوا بالامكانيات المحدوده اللي عندنا نقدموا ما نقيسوش ما نقعدوش مكتفين يدينا. سيرين بالله لحظه توتو عمل هكا الاردواز. لا ما يسالش خلي سيرين بدي ما نحيروش ما نحيروش شنو مكتوب هكاك صحيحه دخل فيك الشك نزار اختاني بجي ربي
دونك ما نحيلوش انا نحب نحيهم. بون هو سي فري كو لي نورم دو سيكوريتي ماهمش موجودين، لكن راهي الخدمه اللي يخدموا فيها ميسيله، معناتها مش قاعد في بيرو كليماتيزور اورديناتور الو الو هز تليفون، خدمه شيقه اسافوار معناتها لي كونديسيون اللي يخدموا فيهم. دونك كان باش يقعد كل مره هز معناتها شكاره سيمين على ظهره طالع بيها للتروازيام ايتاج وهما عندهم معناتها الماتيريال ماهوش يفورني، معناتها لقاو اون استوس بون كان نجموا يسيكوريزيوها شويه لا ولا تنجم تكون خير. توتو قوه في الذكاء. اما العمليه هذه تفاد ليك راه ماهمش يخدموا ديما ديما ماهيش خدمتهم عملوا فازا شنو هو؟ ديرجه باش نحكي لك يا اخي. لا لا ماهمش يخدموا هكاك تفاد ليك عملوها امبوسيبل باش يواصلوا باش يطلعوا السيمان ولا شو ولا لا لا تفاد ليك عملوها امبوسيبل. فما سلوم فما سلوم جات تفاد ليك حطوا سلوم اون سي جامي التصويره ما تجيش ولا بد ريت واحد طلع للسلوم الثاني. باش نسالك انا شكرا سيمان 50 كيلو مشيت تلعب بها دوزيام لا يطلعوا بها بالحبل بالبلانكو البلانكو يطلعها وراجل وهي قوى اسهل هما واسرع. لا لا ما تجيش تفاد ليك عملوها شو واحد طلع واحد تي ولا سيرك هي الحكايه قانونيا ممنوع اي با سيكوريتي شنو قلت فما سيكوريتي جورني كامله اخي لخي في بلدنا فما سيكوريتي. سامحني انا كعارف اعطيني بلاصه فيها سيكوريتي في تونس ثيقه انا كعارف ما يساعدنيش نحط على الاخر سامحني عاد انا كعارف ما يساعدنيش نحط زوز من الناس باش يطلعوا لي سكاره سيمان. وانتو كان تخلصتوا مع 10000 يساعدوك. لا ما يساعدونيش والله تسمى تلعب بسرعه لا حتى واحد واحد تطلع بسرعه تطلع والله واحد واحد يطلعها واحد والله سامحني ما هو هبطوا ومن بعد كيفاش يطلعوا يلا سلمك 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 اي سامحني ريتش واحد طلع ما هما في الدنيا فماش واحد طلع اللي يعاودوا يربطوا شكاره سيمين يا توفيق واحد اللوطه يربط تي ثلاثه من الناس على شكاره سيمين هكا اسرع من اللي باش يقعد يشوف فيديو لا لا ما عادش يكمل قداش اسرع واسهل اسرع واسهل حتى غوندمون يجي ميور ريسك كبير ريسك كبير فدليك الاولاد عملوها احنا في والله تفدليك لقاوها سيستم تاع يا اخي توفيق نقدر متروازي ميتا شغل لا كارش يهدي ربي يهديهم صلوا على النبي لا 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 اوكي يا اخو في الايلام تاعو كان كل مره نعدي لي دقيقه قد الطرف حتى هو مسك هاي الفيديو اللي من بعده هاي اعطينا الفيديو اللي من بعده حضروا لي زاد واز تلعبوا كيكه عمر ما صار منذ عدة سنوات وهولندا تشهد انخفاضا كبيرا في عدد السجناء وهو ما جعلها تتخذ خطوة لإغلاق 19 سجنا من سجونها خلال السنوات الست الأخيرة حتى أنها وصلت لمرحلة مربكة وهي أن عدد السجانين فيها يفوق عدد السجناء. أما اليوم فهذا البلد يستعد من جديد لإغلاق 5 سجون إضافية وذلك لعدم وجود مجرمين، ويعود سبب إغلاق هذه السجون إلى زيادة مستوى الأمن في البلاد وانخفاض معدلات الجريمة بصورة مستمرة. وبحسب المسؤولين عن السجون فإن هذا الفراغ جعل الحكومة الهولندية تستورد أكثر من 200 سجين من النرويج لجعل السجون تواصل عملها لأن إغلاقها يهدد بفقد 2000 شخص من العاملين بهذا المكان لوظائفهم. نحب ناخذ الأردوازة تاع صفية نسلك سؤال قبل ما تعطي أنت رأيك. أعطيني الأردوازة. نعطيك الأردوازة. لا لا ورينا يعني الأردوازة. به تقول العاقبة لنا. به اليوم شفنا سجون في هولندا وفي برشا بلدان النرويج وغيره والسويد وكل. أنت اليوم كحكينا المرفات على الجريمة في تونس وحكينا على الشباب الضايع وكذا، قلت اللي بعدهم على الجامعة وبعدهم على الدين. مش دقيق كلامك. لحظة لا لا أنت باش تصلح لي داكوردو والميديا والمسلسلات وغيره خربت الشباب. مش دقيق. لا ميسالش باش تصلح لي أنت. اليوم هوني عندهم دي سيري بتاع إجرام وعندهم سيري بتاع كذا بعاد على الدين ومش بعاد ما نعرفش اللي نحن نعتبروهم ما همش مسلمين دينا أخرى، لكن تفرج لحبسهم ونشوف نعم. حبوساتنا نعم. وضح لي قلت لك انا ما قلتش لان احنا ما عادش نمشيو للجوامع ولا تفما جريمه في تونس. انا كي تحدثت على المساجد قلت انا واحد من الناس منعني الجامع، وفما برشا عباد منعهم الانحراف الجامع كي كنا صغيرات في فتره المراهقه فتره الانسان اللي باش ياخذ
الطريق الغالط. غذتنا الجوامع وربيتنا الجوامع، يا ربي لك الحمد منعنا، قلنا هذه وسيله من الوسائل. تحدثت قلت انا توتو كطاقه ومنجي العوني كي كان موجود كطاقه وعبيد عندهم تجربه كبيره ياسر في المسرح، كان يعطيهم فضاءات لتاثير الشباب، النقص من الجريمه، دور الشباب كان تخدم تنقص من الجريمه. انا قلت ديما الفضاءات احنا كحكومه وكمجتمع مدني ما وفرناش فضاءات لشبابنا، شبابنا ما عندوش وين يضيع وقته، ما عندوش وين يقعد في وقت الفراغ نتاعو، الفراغ لزهم لهذا. الناس هذوما اللي تحكي عليهم، وانا بحكم عشت 27 سنه في الغرب نجم نحكي عليهم بالكدا كيفاش يعيشوا. النوادي موجوده، كل حومه فيها ايكيب نتاع كوره. اولاد الحومه الكلهم ريتهم الكلهم يمشيوا يكوروا، اولاد الحومه الكل، ما فماش واحد يقعد ما عنده ما يعمل. دور الشباب، النوادي، المجتمع المدني، الوزارة الاجتماع، وزارة الطفولة، كيفاش الكل يخدموا في شبابهم مش ما خلهمش نحرفوا. واكبر العباد الموجودين في السجون الاوروبيه هما من الاجانب وليس من الاجانب. معاك في النقطه هذه، خليني نكمل معاك نقطه بنقطه بعد نمشي للرواز الاخرى. اليوم نتصوروا ما تم توفيره في هولندا يتم توفيره بالضبط في تونس، مع توفير المحلات الاخرى اللي تبيع الزطله والدروغ وغيره، المحلات الاخرى نحبوش نسميوها، فين يمشي الشاب التونسي حسب رايك؟ والله احنا شوفش قلت انا شوف هولندا فيها هكا وهكا، وشوف مستوى الجريمه كان تصير في تونس الزوز هذو متوفرين هالنقطتين هذوما. نعم. انا شو نقول لك، شوف احنا عندنا اكبر حاجه قادره تنقذ ولادنا، هذا نقولوا على مسؤوليتي ونقولوا بصوت قوي، اكثر حاجه كان تعرفوا كيفاش نخدموها قادره تنقذ ولادنا هي وزاره الشؤون الدينيه. الخطاب الديني خطاب مبتذل جدا، ما فماش حاجه ترجع الناس لربي اكثر من الدين. علاش؟ لانه الدين يعطيني رقابه ذاتيه. نعطيك مثال بسيط، في امريكا ما يشربوش الخمر وما يعملوش جريمه من القانون، مره قص الضوء قداش من جريمه سرقه واغتصاب وقعت في امريكا، لانهم هما فما قانون يفرض عليهم يمشيوا مستويين. احنا عندنا واعز ديني يخليني ما ننحرفش، خليني نحترمك، ما نسرقكش، ما نكسرش وما نخربش، قوي لي انت الجانب الديني، مش نقول هو فقط راهو، نقول هو عنصر من العناصر المؤثره في تكوين الشباب. العنصر هذا موجود في هولندا؟ العنصر الديني انا نحكي الديني. شوف لا 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 مو جميل، خلينا نحكي الاشياء زاده. سؤالك حلو، شوف كل انسان راهو يتماشى مع ثقافته. انا عندي حاجه كتركيبتي وكهويتي التاريخيه، فما حاجات تمشي معايا حاجات ما تمشيش معايا. انا ما نجمش نكون شخص اخر غير تونسي عربي مسلم، تحطني في بلد اخرى تعطيني ماده اخرى دواء اخر ما يمشيش معايا، اعطيني الدواء اللي ينسجم معايا. نعطيك مثال على ذلك، المانيا كيفاش، المانيا كيفاش تقويت؟ تقويت بالعقيده اللي غرسها هتلر فيهم اللي هم الشعب المتميز. اليابان كيفاش تقويت؟ تقويت بالعقيده، وكلهم ينطلقوا من عقيده من تصوف في مخهم. احنا عندنا عقيده اسلاميه قادرين نتميزوا بها، تشلكت العقيده هذه وتحطت في بلايصتها بعض الافكار الاخرى ما تمشيش معنا. ليندا اش تقول في الاردواز؟ اشخاص نوليو كيفهم. بون لاحظت حاجه قالت في الدوكيومونتير انه كان فما 19 حبس، دونك باش وصلوا سكروهم تعديوا بمراحل، يعني من تصور 19 حبس كانوا بانينهم في الرياض مش مكتشف بزوز ولا ثلاثه ولا اربعه، عندهم وصلوا بناو 19 حبس ولا اكثر. سكي وقت من الاوقات كان عندهم جريمه وكان عندهم مجرمين وكان اليوم ان شاء الله نهار من نهارات نوصلوا، لكن كل شيء بوقته، خاطر هما فايتينا في برشا حاجات، احنا ناخذوا من عندهم الباهي واللي ما يعجبناش نطيشوه. اما هل اليوم تعتقد اسكندر وقتين الاردوازه بتاعك نجموا نخلطوا نهار ولا تقول ربي طشنا من اللي بلهم؟ واقعيين لا، باش ما نكذبوش على ربي، احنا صعيب برشا، هاي نقول صعيب برشا ما نقولش لا، باش يكون شويه واحد عديم الامل ويشوف الدنيا كل كحله، اما راهو هذايا صحراء قحله باش يرجع، ما عرفش نقول لك علاش يرجع، بالحق انا يجرني باش نخمم ديما في المعامله نتاع السجين التونسي بارابور المعامله نتاع السجين يكون موجود غادي في البلدان هذه. هو في الاخر السجن شنو هو؟ عقوبه نتاع سلب حريه. وقت اللي يكون واحد غلط يتعاقب، كي تسلب له حريته يلزم في الحبس، يلزمك توفر له كل الظروف اللي نجم يعيش فيهم الانسان لمنع العود المحترم. باش نقول لك علاش، فوالا وقت اللي يكون عاش بكرامه في السنوات نتاع العقوبه نتاعو، كي يخرج ما يخرجلكش ناقم وما يعاودش يرجع لك الحبس، ومش يتعلم في الحبس الحاجات الخايبه اكثر من يتعلمهم من برا. دونك اليوم الحبس تاع تونس كي يدخلوا له يزيد، نقولوا احنا يقوي ممكن من مستوى الجريمه ولا غيره من الافعال اللي تنجم ترجعوا نهار اخر الحبس. دونك هذاك علاش هذوما الناس نحسهم يربيوا السجين ويخليه يخرج لبرا باش يتعامل مع الحياه العاديه والمجتمع وما عادش يرجع. هذاك علاش باريتاب وصلوا اليوم يفرغوا الحبوس. سيرين تقول العاقبه لنا، نفس كلمه سفيان. العاقبه لينا، كيف انا بدي نقول العاقبه لينا. بون انا جو بونس كونتريرمون لسكندر نجمو نخلطو راهو، لكن
باش نخلطوا راه يلزم الشعب التونسي يتفرهد شويه. ولينا عايشين في ضغوطات كبيره على الاخر، وليت حاجات اللي قبل كنا نضحكوا عليهم تفاهات معناتها توصل العباد يرتكبوا عليها جرائم اللي ما تستحقش معناتها. وحاجه اخرى قالها اسكندر صحيحه، اللي ينجم عبد يدخل على شيكيت للحبس يخرج مجرم. معناتها حبوساتنا اللي نورمالمون هي وسيله نتاع ردع، اللي هي كي تدخلوا الغادي ماذا بينا عندنا تاثير نفساني، علاش لازم روحك للحكايه هذه؟ علاش ما نجمتش تلقى اون اوتر سوليسيون كو العنف كو القتل كو الاغتصاب كو صحيح لا يدخلوا الغادي يتعلموا ويوليوا يتفوخروا. انا اللي معايا في سيلول عمل هكا وانا خليني نجرب وانا خليني نعمل وهذا يعمل هكا وهذاك عجبتك سيلول. سخن عندها فكره. لا لا بربي عاودها ما سمعتهاش مليح. هكا العقبه لينا سيلول هي سيلون هذاك علاش قد نخزر لك انا سيلون هي سيلول هي هي متقول بالعربي يقولوا سيلون هذاك علاش قد نخزر لك وعديتها بالعربي وكا جيت نعربها هي سيلول عرفتها. دونك فوالا هذيك شنو هي معناتها بالنسبه لينا احنا اذا كان نحاولوا ان توفيق. انا نقول شكرا للامن اللي قايم بالواجب نتاعو حتى نظف الدنيا ونظف كذا والحبوسات وكل شيء. وتوا الحبس هذا ولا يستورد يعني من النرويج، فما بلاد بلاد بحذاهم، فما هولندا نظاف، النرويج عندها سوربلو نتاع الحبوسات ولا يستوردوا ولا كريان ولا تكنوا تيلي سياحه كم شويه جرمه يديك يجاو عندنا يجاو بحذانا كذا ولا الناس ايش في حبس في هولندا كل شيء. لكن هنا احنا الحبوسات غير منظمه في تونس، يعني فما ناس جريمه نتاع قتل ودروغ ودنيا يتحطوا مع بعضهم، بعد يدخل واحد كما كانت تحكي المدام على شيك يتعلم برشا حاجات. والله فما عام 71 صارت المشكل بين سبيرونس وصفاقس كل شيء، وكل ضرب سدوا سد واحد والله من سبت الديري وليد عاقل هو توا الله يرحمه تخلى حطوه في الحبس تربط غادي جا في كونفا اللهم عافينا خرج ولا اسمه بنيب ولا تهكا والله مجد كان عاقل خاطر تخليط يزار. فما نقطة أخرى صغيرة علاش علاش ما فماش برشا في الحبوسات؟ لأنهم غادي العقاب بالفلوس راه مش بالحبس. اللي يعمل غلطة يخلص فلوس ما يدخلش حبس، هما مش مستعدين يحطوه في الحبس يصرفوا عليه هاد فلوس. لذلك كانت وسيلة من وسيلة التربية عند المجتمع الغربي. نمشيو للفيديو اللي من بعده. ملي عمري 11 سنة مرضت بمرض مزمن سبب لي في فشل كلوي تعديت لتصفية الدم، بعد أمي هديت لي كلوة، توا بعد 11 سنة الكلوة بدات تتعب، دونك صار لي ديبي متاع غوجي، تعبت برشا، معناها وصلنا نسمع في كلمة دياليز مرة أخرى، وهذا كل الجانب النفسي زادا، كما قلت 11 ملي عمري 11 سنة استانست بالمرض وعديت برشا حاجات أكثر من اللي عايشته توا، أما المعاملة في السبيطار وأغلب الدويات اللي مقطوعة ونشوف الناس شتعاني كل يوم، خليني في اللحظة هذيك غنمت قدام عيني. أما الحمد لله بالموقف الموسيقى اللي لقيتها من التونسيات وتونس الكل. هذه لينا بن مهني تحكي على تجربتها مع المرض، تقول تجربة بدأت من العمر 11 سنة، وحكيت زادة على معاناتها مع المستشفيات التونسية والمستشفيات العمومية وكذلك الدويات اللي دائما مقطوعة. تحية لها اللي هي تناضل من أجل البقاء وكذلك في المعاناة بتاعها، نقولها إن شاء الله لاباس وإن شاء الله هالمنظومة تتحسن في تونس، منظومة الصحة. نبدأ بك سيرين، إيش تقول؟ ربي يشفيها. دونك ربي يشفيها لينا. لينا رمز من رموز الشجاعة، معناتها سي با ايفيدون واحد باش يحارب المرض من العمر 11 سنة، 11 سنة مازالت صغيرة، معناتها ما أيستش يعطيهم الصحة عائلتها وقفوا معاها، يعطيهم الصحة العباد كيف اللي وقفوا معاها وشجعوها وخليوهم ليس با تومبي. بون اون كونتر بارتي زادا فما برشا عباد راهو اللي ذموها، فما برشا عباد اللي معناتها اونتر كيمي تشمتوا فيها. الشماتة راهي مش من عاداتنا، معناتها حتى إذا كان ما نتشمتوش الشر لعدوك معناتها لوجيكمون. توتو عندك ما تكتب ولا ما عندي مكتبته وما نعلق. انا هذا كله من الاخطاء الطبيه، يعني فما دياغنوستيك ساعات يتعمل دياغنوستيك غلط ويتخذ السيد دواء ولا اي حد ياخذ دواء غلط ترسيله في كومبليكاسيون. انا عندي حد من اقاربي يعني كان داخل على حاجه شرب دواء عفنوا الكلاوي نتاعه، وتوا ولات خدمه اخرى تنظيف الكلاوي ويباري بشويه في الدياليز وحاله حليله تحلت وعائله تشتت وكل شيء على غلطه نتاع دواء تعطى غلط. سفيان ربي يشفيها. لينا معروفة فتاة مناضلة تعرفت في أيام الثورة
امراه شجاعه ياسر دارت تونس من اجل فكره من اجل قيام عاش على خاطرهم. انك سمعت اخيرا سمعتها قبل كي جابوها تتحدث على الفشل الكلوي نتاعها، تاسفت برشا، واخيرا كي سمعت في الفيسبوك اللي هي عاودت مرضت والله قلبي تقطع، حبيت نزورها ما عرفش كيفاش امكانيه زيارتها، حبيت نشد على يدها وحبيت نقول لها هنا كلمه. الكلمه نحب نقولها نتوجه لكل معناتها مشاهدينا ومحبينا وكل انسان في قلبه هكا رحمه، انه نمشيوا للمراكز الشرطه ونعملوا كل ورقه نتاع المتبرع، باش كان واحد بعد ما ربي يهز الامانه نتاعنا قادرين ياخذوا بعض الكلام نتاعنا ينقذوا بهم ناس اخرى قاعده تتعذب. انا اللي حبيت نمشي مشيت لمركز الشرطه نتاعنا وقلت لهم نحب نعمر الورقه هذه نتاع المتبرع وتتحط في البطاقه التعريف نتاعك اللي انت متبرع بالعظام نتاعك بعد وفاتك. فللاسف لقيت المطبوعه مش موجوده. رئيس المركز تفاعل معايا طلب الاداره الفنيه باش يبعثوا له الاوراق، وهذه مأساة كيفاش في المراكز الشرطه مش موجوده الوثيقه هذه. طلب الاداره الفنيه قال اوكي تو نبعثوا لكم، ومازلت نستنى عندي اكثر تو من 4 شهور غداو تليفوني قالوا لك تجي الوثيقه هذه نتصلوا بك. لحد الان للاسف للاسف الشديد ما اتصلوش. دعوه لكل الناس انهم بالله يمشيوا خلي ينقذوا بكثير من الناس اللي قاعده تعاني. بندى تقول يذولي ما نجم نقولوا كان ربي يشفيها. نظم صوتي لصوت سفيان كونسيرنون الدون دورغان، معناتها خاطر مشكله كان واحد مشي باش يولي متبرع ويلقى تعطيل لاداره كالعاده وما ينجمش وورقه ما فماش ومطبوعه وفاتو فوالا. دونك وكيف كيف كما قالت زاده سيلين كونسيرنون الناس اللي مالوغوزمون يتشمتوا في حالات كيما هكا ترى على لي ريزو سوسيو حاجات توجع القلب، معناتها اللي صار عليها يصير على حد اخر ولا حد من اقاربك ما تعرفش على الدنيا كيفاش. دونك ربي يشفيها ولينا نعرفوها تقول كلمتها وكل. وانا سام غابيل معناتها حتى ناس نعرفهم قراب مني وعزيز عليا ايزون فيكو المحنه هذيا وجو لاس لا باغول. نرجع للحكايه نلقاو ديما خطا طبي اللي حكيت عليها. لا هي من صغرتها عندها مشكله نتاع تكاوي. لا لا ثم مش خطا طبي فما بالولاده فما حاجه بل منوصل ثم فيديو اخر نتفرجوا فيه. نحب نقول لك اللي راهو انا تولدت مرتين، تولدت في 7 سبتمبر 84 وتولدت نهار 15 جوان 2011، يعني تقريبا فما 6 سنين التالي. في عمري 18-19 سنة ما ربي بلينا الحمد لله يا ربي نقول، لانه وقت عملت الانسيفيزونس يعني القصور الكلوي هذا مرض ان شاء الله ربي يشفي كل مؤمن منه. ومشيت عملت تقريبا 7 سنين دياليز، يعني عديت 7 سنين وعمري ما كنت نستنى في حاجه كما كنت نستنى فيها وقتها. سيتي اون افريل ما ننساهاش جمله، معناها في افريل قبل 3 شهور من العمليه نتاع الجريف انا جاوني قالوا لي راك حضر روحك باش تعمل عمليه زرع نتاع كلوه. بون 7 سنين واحد في ليست داتونت وتعرف انا صعيب تقعد تستنى برشا وبابا عايش معايا 7 سنين هذوك كل عمر ما وراني حاجه اللي فما حاجه هكا ولا هكا. في ابريل قلت لك جاوا قالوا لي حضر اي شكون باش يعطيني، قلت لهم فسروا لي من الاول ما حبوش يقولوا لي، معناها ديما يقولوا لي حضر روحك ريجيمك ماكلتك دواك. بعدهم فهمت كنت طلع بابا، معناها تصور بابا اللي عايش معايا 7 سنين كاملين ونعرفوا قداش ضحى ونعرفوا قداش تعب ومانيش مستني منه وقت اي حاجه ما حاجتيش يعطيني. فات انا وقت التعب هذاك الكل اللي تعبوا معايا يخليني الحمد لله يا ربي دنيا واخره نقول يا ربي الحمد لله اللي اعطاني ربي بوكي ما ذاك. فما مهم عمري ما ننساه ومو عمري مش ننساه. راه وقت اللي نهارت العمليه ونيتي دو قدام بيت العمليات انا في فرش وبابا في فرش مدخلنا الزوز. انا كان ممكن اللحظه هذيك كنت ممكن نحس في روحي اخر مره تشوف فيها بابا، معناها ما عندك حتى فكره قداش كنت صعيبه الحكي وما عندك حتى فكره قداش كنت ياسر فرحان ما نجمش نفرح خاطر كنت خايف عليه. راني عديت 3 شهور الاخرانيين، عديت 7 سنين عملت كل شيء باش ننسى المرض، لكن 3 شهور هذوك ما كنتش خايف على روحي، كنت خايف عليه هو. أنا جوستومون هذاك علاش ختمت كلامي، قلت فما عبيد عزيز عليا وقراب اللي تعديوا بها سيتي في ليميسيون وقتها في أحلى صباح استدعيت اسكندر والوالد تدخل بالتليفون معاه وسيتي مومون تري ايموتيف وقتها بكينا الكل في استوديو. اسكندر معناتها علاش قبيلي كان جو ديفون على الأخر سامحني سيرين خاطر بالحق سي كيلكان قلبه ياسر باهي وربي عطاه على قد قلبه. ما فماش أكثر من بوه يذول ينجم يقف معاه في محنة كيما هكا. اليوم اسكندر أون بون سونتي عنده بيبي معرس عنده زوز وليدات يهب بلوت بركة اللي عنده امرأة محليها نسلموا عليها داير ريم كانت تتفرج فينا معناتها مرته اللي فورميدابل العائله كل واقفين معاه وربي عطاها على قد قلبه الحمد لله. بالحق كلام اللي قالوا عاود ولد من الاول وجديد وقف على ساقيه وعنده عائلته محليها. دونك حاجه باهيه في الاخر اسكندر هكا ولا ها فات بالقدا ها لقيت
الحمد لله. بالحق. ما شو نقول لك؟ خيت مقول اسكندر بالحق تعطي مثال اليوم في الصبر وفي القوة كنشوفوا الانرجي اللي عندك والخدمة اللي تخدم فيها وانك ما وقفتش المرض. اليوم كنا عدينا فيديو هكا باش نقولوا راه تنجم تكون انسان ناجح، تكون تنجم انسان قوي نبكي صحيح ونضعف وكل شيء، اما ما نقفوش وانك تغوم ماج للويل زاد ربي فضلولك اسكندر. حبينا تقول كلمة باش لعبيت فرش فيك، تعرف المرض عمره ما نجم يكون حاجز اسكندر اليوم قدام الناس. هو المرض عمره ما يكون حاجز، لكن مانيش انا المثال بابا هو المثال كوجه اعلامي اسكندر. بابا هو المثال والناس تحكيوا عليهم باش يكونوا موجودين ان شاء الله ويزيدوا كلمة متبرع على البطاقات التعريف نتاعهم، ينجم يكون هو ان اكزامبل قدامهم باش يتبعوه، خاطر غدوة في الايامات تنجم تعطي لولدك، تنجم تعطي لاي انسان، تنجم غدوة الله يقدر يهز ربي امانته وتخلي امانة كبيرة تعيش بها ناس اخرين. انا ممكن ليموسيون ما سامحوني كهو ولا غالب، كل شيء جي سبونتاني. اذا واحد يحاول يرجع ما نعرفش كمشد شوية وقت نزار يرجع شوية ان بو دو ريكول التالي، راهو انا انسان نصر تماماً غزرت الروح وفات حياتي، نقرا نلعب شويه سبور، دونك نلقى روحي جيت في سيتوياسيون تخوف شويه، مي بون ربي هكا عطاني حاجه ما نعرفش شنو هي. انا وليت الدياليز هذا ما نعرفه كان كي نمشي قدام باب الكلينيك، انا عندي 3 مرات 3 سيونس 4 سوايع ونص. وقت نمشي باب الكلينيك نذكر انا عندي دياليز، نعدي كمش نعدي 4 سوايع ونروح. اليوم المرض نجم تغلبه وانك ما تعملوش قيمته وما تعملوش قدر، تعمل قيمه لروحك قدر روحك وتكون انت اقوى منه. اليوم نصيحتي ممكن ولينا زاد خوفتني شويه، خاطر انا اليوم جو في لا ميم سيتوياسيون، انا اليوم عندي كلمه نتاع بابا عايش بها، هذا اللي يقدر ما نعرفش شنو ينجم يصير غدوه، نجم يكون في البوزيسيون تاعي، لكن مانيش خايف. لكن مانيش خايف على خاطر فما ربي في الاخر وديما ربي رحمته واسعه. انا اللي تعدى عليا خاطر كنت نعدي 4 سوايع ونص في الدياليز وكنت نقرا وميم طون في الجامعه وكنت ميم طون نعمل في ستاج في موزايك، كان ذكر ليندا يعني نعدي تقريبا في ال 24 ساعة ممكن 20 ساعة وانا مانيش موجود، كان في الدار 4 سوايع نرقد فيهم 5 سوايع، كان عندي فيه كان تحدي، لكن في الاخر راني قلت لك التحدي هذا وصل كملناه بحاجة مزيانة، حاجة تفرح، حاجة بالحق. في وقت من الاوقات خفت برشا على بابا وما خفتش على روحي، لكن الحمد لله لاباس وربي فضل وربي يخليه. انا اللي قلقني اللي الشيء هذا خاطر انا معناها بعد ما انا قمت وقمت لاباس، انا خويا لاوين امام اكسبيريون، خويا ولا دياليزي، خويا مصاب حتى لتوا بالقصور الكلوي، بعد ما هكا حسينا ان شاء الله نلقاو حل معاه، امي كيف زاد مرض. دونك احنا اليوم في 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 في, في عيله الحمد لله يا ربي فرحانين بحيه راسها وبحيه راس بابا وحبي حرس خويا زاد كيف انه الزوز هذوما نعرف من داخل شنو معاناتهم، خاطر انا عانيت وقت كنت موجود، ونتمنى فما كان ربي كهو ينجم يكرمني ويخولي بدعوتي انه في اقرب وقت انا مستعد نبيع روحي، انا كلوتي هذه العيش بها نعطيه لواحد منهم يعيشوا هما ويكملوا مرتاحين. نتمنى انه نفس المصير اللي لقيته ربي كتبه لي، ان شاء الله ربي كتبه لهم، مش هما بركه ربي كتب لاي مريض عنده هالقصور اي واحد تحت ماكينه، نتمنى له من كل قلبي أن يقوم غدوة وسبع أيام يعديهم حر الطليق، بعيد على الأوجاع، بعيد على لم، بعيد على كل شيء. نتمنى لهم كان الحياة إن شاء الله السعيد، إن شاء الله يا ربي يقرب وقت نفرحوا بالناس الكل إن شاء الله. كلام سفيان على المتبرعين مهم برشا ومش معقول، معناتها يمشي باش يعمل ورقة باش يولي متبرع ما يلقاهاش، لهوني معناتها فما الوالدة نتاعو وخوه مازالوا مستحقين المتبرعين، دونك مهم برشا اليوم. إن شاء الله لاباس للوالدة وخوك، ربي يفضلك الوالد، ربي يفضلكم اسكندر، إن شاء الله لاباس لأي واحد اليوم عنده مرض مهما كان كبير ولا صغير، نقول لكم ربي يلطف بكم وان شاء الله لاباس، وان شاء الله اليوم هالحس هذا بتاع التبرع ان شاء الله يقوى عند التوانسه باش نتبرعوا باش نعاونوا بعضنا. وساعات نلقاو نداءات على الفيسبوك اليوم للتبرع، ماذا بينا برشا نمشي كي تدخل السبيطار تشوف فاش السبيطارات اللي حاطين الناس في الليست داتونت يستناو في متبرع في حاجه، فما حكايه فما القلب زاد
انا نعرف واحد تو في سيدي بوسعيد مسكين يوميا هو كل مره يقولوا سيها وجاء حد يعني مورون باش يعطيه القلب نتاعو بعد يطلع في الدياغنوستيك ما يقابلش بعضه في الدم حاسيلو اكل لاطونت وكل الفوعه كما كان يحكي هو ها وكذا وبعد جاء العمليه وجاء واحد متبرع عائله متبرعه خاطر ودهم لما عفينا في حادث مرور مات عطاوه توا ولا لبس عليه ويطلع السعدات نتاع سيدي بوسعيد وكل شيء وقعد زاد في فرنسا مع امراه في فرنسا ولدها توفى لك القلب عطاته لحد اخر ولا تزور فيها كل يوم تقول له سي مون انفون ولدي هذاك ولدي هز قلب ولدي يعني كانوا هو عايش سيرين عندك ما تعلق به ما زلنا معكم نمشي فاصل وراجعين ما تبعدوش اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في التشكيل على قناه الزيتونه سفيان ليندا اسكندر سيرين توتو مرحبا بكم الناس كل مرحبا بالجمهور اللي معنا خالد كالعاده زميلنا خالد ناصف كل مره يرجع يخرج بليتو للشارع التونسي ويحكي ويسال العباد في موضوع معين موضوع اليوم يهم سيرين بدرجه اولى نتفرج عسلامة مرحبا بكم الناس كل قاعدين يتفرجوا فينا على برنامج التشكيلة يجيو نشوفوا المواطن التونسي يطيش في الخبزة وإلا لا الخبزة شنو هي مصيرها في تونس التونسي والخبزة يجيو نتابعوا مع بعضنا ونشوفوا شنو اللي قاعد يصير هذا ثلاثة باقات وكعبة تبن اشترى ما يطيش ولا لا بقدر تربي ما يتلوح ما يطيحش لا ملوح والخبز مطيش خلك في تونس برشا يلوح ما نحن ملوحوش الخبز صحيح الخبز قاعد يطيش شي دوخ فما باقات ب 700 بعد راه مطيش احلف وقسما بالله ما نطيش احلف وقسما بالله ما نطيش ما نطيش الخبز بالعكس ما نطيش جملة الخبز تبشمت تبشمت اي نبشمت الخبز البيت نحطه في الكونجيلاتور ومن غدوة نسخن والله ما نطيش خبز كوا عاد بيش عيلة ساشي خبز ريت عيلة نطيش خبز صلي عني بي نطيش خبز نطيش انتو ما نطيش خبز نطيش خبز نطيشو علاش قدر يفضل تاش الخبز انت والله باش نقول لك قدامك الحقيقه لما واحد ما يتعيش يكذب عليك لا تتلوح الخبزه في ليبيا في تونس كويسه ما تلوحش بالله مصوف خاطر يقعد يصوف يصوف وشوف له حل اعطيه الزوالي صدقوا صدق خبزيه بس بيت وبتون بتت ايش تعمل بهم هذو مزوز ناكلهم ياخذوا بالعينين يشتي فهمتي اروح بيهم بعد يطيش عليه تو المرأة تقول له جيب لي ثلاثة باقيات ورا باقيات وهي حشتها بباقيات واحدة احلف ما انتش خبز قسما بالله احلف انت عندك لاتي الددي ريت وعنده لاتي الددي انا ما انتش الخبز خاطر الخبز هذاك بالنسبة للزواولة هو اللي يشبعهم الخبز هو يزوج ملايين كل يوم يطيشوه خبز اه نعم وانت حاضر عليهم اي في العشية تشوف حاجة في الكوش فريانة عمري ما ريتها اللي تصير سيركيلاسيون ومن بعد في الليل تتعدم قدام بوبيلات راه الخبز كل في البوبيل شو الحل؟ الحل هو طيش خبز هذاك شو اسمك انت؟ اياد اياد امك طيش خبز اياد ولا ما طيش طيش خبز ولا نشري حبر ما ناكل الوين لوح في الخبز اول عباد تشري بزاف بالوين خليها تشري ذيك خاطر عندها ملاف اي حاجه هايله قدر يفضل هكاك من ربي يفضل الخبز كان خديت بزايد ايش تعملوا الخبز كان خديت ناقص يوفيلك لازم واحد يخدم بزايد ما خير يبدا واحد متززي خير من اللي بالك يبقى ناقص من بعد نيش نجيب بالله والله بيحلف الله بصح ما نعرفوش احنا لا لا ما نطيشوش نحن خبز مش مات بعد ما نطيش سكالوب جمله جمله ما نطيش شيء ما نطيش شيء واذا بقى نحطه في الكونجيلاتور اي ثم برشا مش ياسر حاله التوانسه في الاخر كيفاش انت عجبتك حالتهم مش عجبتني يا هاكم طيشي طيشوا الخبز وطيشوا نعمه ربي في الاخر قاعدين طيشي لا ما نحلفش الحلاف كذاب بالله الحلاف كذاب بالله ولا ربي الحلاف كذاب ما تحلفش لا ما نحلفش ما تحلفش لا لا الحلاف كذاب حلف كذاب امين ها نحن نكذبوا ياسر التوانسه راه نكذبوا ياسر بالله ولا كذاب ياسر نحن التوانسه بالله امين الرخله الرخلة ما ثماش من كذاب قد التونسي والنبي محمد ربي يبارك فيه أنا كذاب ياسر وفشل مو ياسر بالله والله كذاب ياسر وزي ما نقول كلمة أخرى الخبز في تونس الحمد لله الله يكثر من التونس بالله
لا إله إلا الله. أحلى دلية عنده اليوم. لا إله إلا الله. قالوا كله حلف من كذاب، قالوا بربي، قالوا نبي محمد. جد كذا، قالوا نبي محمد. على تونسك تشوف الباجيت على بعضه. طيش برشا. وبعد وبعد الطيش، طيش الخبز. طيش برشا. اليوم علاش سيرين باللي التونسي تقول لي نقص من الخبز وحكاية فارغة؟ هذيك مشكلة اللهفة. خاطر وقت ايش يتذكروا الخبز، يتذكروا الخبز ربع ساعة قبل شقان الفطر، دونك يبدا يشتا، يبدا جيعان، يبدا ماذا بيع المبسس، ماذا بيع الكومبلي، ماذا بيع الطابونة، دونك تلقاه في العشاء من بعد تقول شنو متعيش اليوم مثلا، يوم مغلب العائلات طيبين المغرفة، ايه فيك ساعة تلقاه الكوش معبي لشنية للسلاطة للمنعر شنو، ويتحط الخبز على الطاولة كما يتحط. والجملة الشهيرة لندا اليوم حكيناها المره فاتت، كي طيب برتل مقرونه ما يفضلش، طيب كيلو يفضل برشا، كيما الخبز يقول لك ناخذ قد قد ما يفضلش، ناخذ برشا يفضل. هو بالحق راه اونتر نو، اما ميمتون نحن مشكلتنا ماكلتنا برشا فيها برشا مرق وبرشا نستعملوا الخبز، ومن اصل اصيل عندنا معروفين نحن نفضلوا الخبز، لا بلوفونيس لا البلانكيت بيش، ما هو بالخبز اللي قاعد شو اسمه شابلور اللي معناتها برشا حاجات نحن نستوحوها من الخبز، خاطر تلمون نستعملوا برشا خبز. مي انا حسب رايي نبدلوا شويه عوايدنا هكا ولا ايش؟ نبدلوا عوايدنا وسورتو ننظموا روحنا، معناتها انا مثلا نستحق نقول باغ اكزومبل انا في داري شنو نعمل، ربع باجيت عندي 50 غرام خبز في العشاء نتاع اليوم، معناتها باجيت زازيني ديجا باجيت ونفضل منها، معناتها يقعد منها شويه للسحور. هذايا في صوره ما مثلا عندي مغرفه، عندي مرقه، دونك نعطي روحي مثلا 80 غرام خبز، مش لازم كي نعرف انا 80 كي نعرف دونك 80 غرام فوا 2 دونك تجيني 160 باجيت زازيني، معناتها بالفعل الكلمه الاسكندر ابراهيم كيما شنو معنى انا البرنامج العشاء قبله نمشي ندخل كوشة بلي اعطيني 50 غرام خبز، ليه 80 غرام خبز، اعطيني 20 غرام خبز، كيفاش تاكل؟ اعطيني قامور عايش يعطيه برسم كذا يا ربي. يا اسكندر سامحني بيه، شو سامحني سامحني توفيق، انتم قديش في الفاميليا؟ راهو ياسر نظام هكا، قديش في الفاميليا؟ ما نجموش في الفاميليا نعيشوا هكا، قديش؟ حتى يكون واحد امبوسيبل تعيش عليه بالجرام، تاكل بالجرام خبز. معناها احنا اليوم شو احسن ماكله عندنا؟ سامحني انا جو كونسوم 50 غرام خبز، ماشي نشري في اربع باجيت في اليوم. هات نسالو الباجيت، الباجيت قداش فيها من غرام؟ ان كارت دو باجيت 200، فما الباجيت نورمال فيها 200 غرام، تبقى في الباجيت كومبليت تلقى من 70 غرام لل 200 غرام. يعني اليوم باجيت ربع باجيت 50 غرام. كيفاش غرام 40؟ معناتها انا حكايه الباجيت علاش قاعده تلوح برشا برشا وتشري كيما لهفه وكل شيء، فما خاصه الكاليتي بتاع الباجيت فزدت. ما عادش الكوش الطيب والخبز الصحيح. تبدا تقراص توا. ولا كذا دوب ما تشم ريحه الهواء تصوف وتيبس وتشيح من الماء نتاعها. باش يعملوا فيها قبل توا باش يعملوا فيها. لا كانت الفرينه خير من تاع توا، وفما عمليه الخميره ما عادش يخمر. الميثود دو كويسون ما عادش يخمر. ما عادش تصبر ولا تفند فند باجيت تطلع كي تخرج جوست تاخذها تخرج يتوشوها بالماء ذاك علاش سخونه سخونه وكذا وباش تاكلها وحتى تجرح الحرف نتاعها يولي حتى الغب يجرح الكاليتي نتاع الكوش هما اللي هالكين الخبز هذاك علاش الخبز الطيش وفما ناس قاعده توا لا تفكر حلوه اللي حاطين الخبز في الكونجيلاتور يتحط الخبز في الكونجيلاتور ويعاود يجبدوا وياكل صحي ولا مش صحي في الكونجيلاتور اي لا ما يقلقش الكونجيلاسيون توقف كل شيء فما كلمه قالها حلوه واحد قال الخبز هي ثقافة الجوع وثقافة الفقر، الأصل الخبز ما فيه حتى منفعة للبدن. الأصل كان واحد يعاود ينظم ماكلتنا الصحيحة، تو مثلا قالت الدكتورة مغرفة وخبز، علاش مغرفة وخبز؟ كان باش ناكل خبز رز مقرونة ما تجيش كيفاش ناكل مقرونة نزيد ناكل مع الخبز، نحاولوا ننظموا نحيوا الخبز ما استطعنا من ناحيتنا، كلام الدكتورة هذا مش كلامي أنا. أكثر ثقافة مقيتة كليناها وقاعد نغذيو فيها في ولادنا هي هالفرينة اللي قاعد نحطوها فيها في كروشاتنا، كان فما حاجة لازمة لازمة مرقة ويلزم شوية خبز نحاولوا ما استطعنا ونمشيو للخبز القمح ونبتعدوا على الخبز الفرينة، كان فما مغرفة إطلاقا أنا الحمد لله الخبز ما يدورش في الدار، كانش مستحيل كانش في حاجة لا حتى مع العائلة مقاطعين الخبز بطريقة كبيرة ياسر. تحب الماكلة العروبي نعم وتقول أنا نحب الماكلة الشعبية نعم رانا عندنا الكفتيج وعندنا المكفونة وعندنا الملوخية وعندنا البلابي هذا كل يلزمو خبز لا نمشي الخبز كومبلي خبز كومبلي وناكل والله كل شيء الكفتيج ناكله بالمغرفة أنا الكفتيج ناخذ شوية غالية غالية بالكومبلي وناكله بالمغرفة غالي خبز أما خير خويا نحط في بدني حاجة تنجمش عمل عيلة كاملة بالخبز كومبلي اللي على قدي على قد الامكاني اما خلينا ناكل ولادي الفارينه باهي انا خليني انا علاش ما نرجعوش للدكتوره السؤال تحسن الخبز دكتوره الخبز البيت شنو نجم نساعده باش ما يتلوحش خبز البيت دونك تشويت
نمشيو قال جاوبنا الخبز البيت نصيحه لنا احنا الكوب باش نعملوا هكا كيما قال يا اما نعملوا البليبي دونك نجم يتقاد البليبي والا يتعمل بشماط ويقعد البشماط يصبر على خاطر وديزيدغاتي ما فيهوش الماء انا قلت لكم قبل علاش على خبزنا يصوف خاطر دوب ما يخرجوه من الكوشه باش يعملوا لك اللي فيه كوستيون يرشوه بالماء دونك نهايرين تلقى الخبزه سي يصوف. ربي سؤال قبل ما نمشي للجمهور توفيق. لا 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 خبز البيت خل خبز البيت خبز البيت احنا مش عندنا وقت في مصيف في مصيف احنا صغار شو يقول لك الشيف بتاع كوجينا الشيف بتاع كوجينا لمك الخبز البيت هذاك الكل وعاود عجنه وعاود دخل فيه شويه روز ثم وخرج منه قطوه معاش وقت على الاستمساك يا توفيق معاش وقت على الاستمساك. لا لا السؤال سؤال صغير بسرعه يقول لك كي تاخذ الباغيت سخونه وتحطها في ساشي حاجه مش باهيه كي نخرج من الكوشه الخبز في الساشي خاطر سخونه الخبز خاطر سخونه المذره بتاع بتاع الساشي ترجع الخبز صحيح ولا لا 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 مش مذره بتاع الساشي تو نمشيو لروسا جيموا هذه هي هذه جيموا 14 قول لي مشاد الحساب باش نحكيو انه في روسيا قبل 14 يوم تنجم تشري الخبز بالجرام بالجرام تنجم تدخل غادي العطار تقول 20 حرام عليك ان شاء الله تخلص من السوم نتاع الخبز ياكلوا الخبز في روسيا ياكلوا برشا خبز عندهم برشا خبز عندهم انواع رهيبه من الخبز بالحق بازي على الخبز الام هما ما ياكلوش برشا الخبز موجود الخبز منظمه احنا مزيد منظمين يا يا اسكندريه ما عادش ما منظمين قد اوكي لا علينا من الخبز نحكيو شويه على كيفاش نجم تشري الخبز كي كنا تشري الخبز ما عندك برشا فلوس وكي نحكيو على الفلوس نحكيو على المدربين الموجودين في المونديال قداش يخلصوا صراحه تصفيق على ربطه ربطه ده دونك هنيش نشوفوا لي زونترونور المدربين الموجودين في كاس العالم انه هو اكثر مدرب من يعني من ابرز واغلى المدربين الموجودين في كاس العالم توب فايف الخمسه الموجودين يتصدرهم المدرب هذا اغزروا له تحسوه معناها ما عندوش برشا فلوس هذا اسمه يواكيم لوف هذا المدرب نتاع المنتخب الالماني المانشافت الماكينه الالمانيه المنتخب اللي كان هز اخر كاس عالم في 2014 دخله السنوي يدخل 3.8 مليون اورو يعني تقريبا بفلوس نحن يعمل 12 مليار في العام يعني بفلوس نحن شهريته كذا نحسبوه دي مليار هذا السيد هذا يخلص 3.8 مليون اورو اللي من بعده مدرب المنتخب الفرنسي يخلص اقل منه بشويه ديشان. اسمه ديدي ديشان اللاعب السابق المنتخب الفرنسي المدرب الحالي للديكا عنده في العام يدخل 3.4 مليون اورو يعني تقريبا ال 10.200 نقولوا احنا 10 ملياردوات و200 مليون في العام بالنسبه للمدرب الفرنسي اخويا اعطيني 10 خلينا نولي فمي لا حرام في فمك اعطيني 10 نولي فمي بالضبط ما عايش البنزين والله يا تنحى فمي بكل ونعطيهولك مبروك عليك هذا بالنسبه هذا ما جاب الزيدان ماست زيدان اه اسمه بنزيما يحكي على البوك بتاعو على بنزيما يحكي على الصغر اي صح لا العب مع زيدان العب مع زيدان نحكيو بالمرتبه الثالثه بالنسبه للمدربين الموجودين في المونديال من ناحيه الدخل السنوي تيتي هذا تيتي المدرب نتاع المنتخب البرازيلي اللي دخل 3.3 مليون اورو في العام 3.3 مليون اورو في العام الرابع جولان هذا كنت تحكي عليه فوالا هذه تيتي نورمالمون المدرب المنتخب هذا صلح برشا البرازيل تبدل توا رجعت شويه للبرازيل نتاع قبل الكره كره ولا النظام نظام اون توكا المرتبه الرابعه من حيث الدخل السنوي المدربين الموجودين في المونديال مدرب المنتخب الاسباني لوبتيغي اللي عنده 2.9 مليون اورو 2.9 مليون اورو في العام يدخلهم المدرب هذا والمدرب الخامس من ناحيه الدخل السنوي مدرب المنتخب الروسي شيرشيسوف يدخل 2.5 مليون اورو يعني تقريبا 7 مليار دويت ونص في العام بالنسبه لمدرب المنتخب الروسي عندك ما تقول انا حبيت اسالك زاد نفس السؤال سالوك التوازا ومعلول يقول لك ومعلول اللي ما عندوش كون معلول ما عندهمش ولا سمعتك تو سي بون بقيت هذا نولي ناخذ هذوما اغلى مدربين هذا مدرب المنتخب الوطني التونسي نبيل معلول الناس كل تتسائل قداش يدخل وقداش يخلص بالنسبه 50 مليون 40 حاجه موجود في المرتبه 28 نبيل معلول من ناحيه المدربين الاكثر دخلا في كاس العالم من 32 مدرب هو رقم 28 يعني من اقل المدربين اللي ياخذوا دونك نفهموا انه التهويل اللي صار قداش ياخذ شهريه وغيره ياخذ حسب التقارير الهولنديه اللي قاعدين نتحصلوا عليها ورينا عندها الارقام 348 الف اورو
يعني تقريبا للمليار دو في العام، قريب للمليار دو في العام، ولو انه كان ديكلارا هو كان حكيها على الشهريه نتاعو. شوف الفضل بزياده جديده بين 80 و90 مليون، دونك هذيك هي دي في البين. بعد ما نحكيو على 12 مليار ما تظهر شيء، يظهر لي مليار. المقارنه مش صحيحه، راهو تقارن بتونسي بالمانيا. ايش نقارن؟ دخل سكوندا برك. اذا نقارنوا باغ اكزومبل التونسي بالمصري، ايش قولك؟ ممتازه، حلو. لو اي سيدي المنتخب المصري كوبر، هذا المدرب نتاع المنتخب المصري، تعرف قداش يخلص يا شيخ؟ 1.5 مليون اورو، يدخل في 4 مليارات ونص في العام، اربع مرات اكثر شويه من اربع مرات بالنسبه بالمقارنه مع المنتخب الوطني التونسي ومدربه نبيل معلول. هذاك علاش نشوفه انه من اقل المدربين، اقل مدرب يخلص في كاس العالم هذايا، اكثر واحد زوالي فيهم هو مدرب المنتخب السنغالي. مدرب المنتخب السنغال اليو سي سي يدخل 200 الف اورو، يعني 600 مليون فقط. اكاهو معلول ذكر مرتبه 28 هكا ولا 28. والمدرب المنتخب هذا المنتخب المصري كوبر موجود في المرتبه 11، والمدرب هذا المدرب هذا اخر واحد، هذا اخر واحد. نزار اللي قبل معلول الاجنبي، خاطر احنا عندنا عقد الاجانب نخلصوهم برشا، ولاد البلاد نخلصوهم شوي. قداش كنا نخلصوا في والله يا شيخ لومير؟ اغلى واحد اكثر، مش لومير خذا برشا فلوس، فما برشا مدربين. انت خذا قبل 10 سنوات نحنا برشا، فما مدرب البلجيكي زاد صرت مو قبل كاسبرزاك زاد خذا فلوس لكانز، خذا برشا فلوس ما فماش نتيجه. على الاقل نبيل يستحقها خويا، رجعنا المرتبة 14 وفي الأخير تونسي ولد بلادنا. هذاك علاش يزيد الدعم، هذاك علاش ندعمو فلوسنا في بلادنا. حتى إذا بسرعة نقارنوا بالمدربين في المغرب، إرفيرونار مدرب المنتخب المغربي إنجاز كبير عامله مع المنتخب المغربي، يخلص 778 ألف أورو في العام، يعني تقريبا 2 مليارديات ولا أكثر شوية في العام. هذا كيف كيف بالنسبة المدرب المنتخب السعودية بيتزي 1.5 مليون أورو، دونك برشا فلوس قادرة تحط في المدربين هذوما. سؤال بربي، علاش المدربين يخلصوا برشا؟ على خاطر في الاخر النتيجه راهي ما تنجم تكون كان مربوطه بالمدرب، المدرب هو اللي خطط، هو اللي ممكن نقول لك انا لي ديتاي الكل يتعداو عليه، كل التفاصيل هو اللي حضرهم. اذا نشوفوا خدمه الستاف تكنيك القريب اللي نحن هو المنتخب الوطني التونسي، يكبروا في الستاف ويخدموا على كل ديتاي كل تفصيل، دونك في الاخر يستحق التعب اللي باش يوصل به غدوه لازمك تخلصوا. هذاك علاش اللي لازم يخلصوا نورمالمون في الجمعيات اقل من أكثر سوري الجوارات اقل اكثر من والمدربين الموجودين في الفرق زاد يخطوا برشا اكثر من اللي نسمعوا فيهم تو ولاش لي شيفر الارقام. لا اسكندر عندي سؤال من عند ولدي، ولدي ديما ولدي يطلب فيا يوصي فيا، قال لي اسكندر السؤال هذا. اسكندر يسال فيك على انيس بن احتيره، قال لك انيس بن احتيره جوار كبير ياسر، كان فك بلاصته في المانيا، يجي لتونس ما يلقاش مكانته، ما يلقاش قدره، زيد ما يهزوش ليكيب ناسيونال، ورجع لالمانيا وفما حظوه به، وخرج من المانيا من البوندسليغا على مواقفه لانه دعم بعض الجمعيات الاسلاميه اللي تقلقوا منها بعض اللوبيات الالمانيه هناك. عم تحكي كرويين، حتى واحد ما يشك في انيس بن احتيره، دونك حتى واحد ما نجم يشك في قدراته. مشى للترجي التونسي، الاجواء اللي لقاها ممكن هو عايش في المانيا ولد المانيا نقولوا احنا وتونسي محاله، الظروف الكل ما لقاهاش في تونس. نحكي حتى على الامبيونس، حتى على الجو، حتى مشكل التواصل كان كبير برشا في اللغه. لغه حتى اللي يحب يديكلاري حاجه، يحب يحكي على حاجه توصل لنا احنا حاجه اخرى، حتى الكلام العربي اللي يستعمله كان يستعمل في كلام غلط. انا حتى كنت حاضر في لي ديبلاسمون نتاعهم وكل شيء مع الترجي التونسي، ممكن في تخطيط مقابله معينه تلقاه موجود ديما ايزولي، ديما موجود في بلاصه وحده يسمع في الموزيكا، ما كانش داخل برشا في الجو التونسي. هذاك علاش اول ما قرر انه يخرج من الترجي رجع لالمانيا، خاطر هذاك هو المحيط النجم يعيش فيه. تو سويت تحضروا لي زاردواز باش نمشيو لاخر روبريك، قريب نروحوا توتو باش تخلط على المسفوف والاست مساك. تو سويت تعملها ولا لا؟ نبداو بالفيديو الاولاني، قولوا لي تعملها ولا ما تعملهاش، اعطينوا الفيديو.
هذايا دجاج مغطس في الذهب ذو قرابة 20 وتقريبا سومه $1,000. تعملها ولا ما تعملها يا سفيان؟ لا يعني عبيد ميتة بالشر وانا ناكل في الذهب بتجي من ناحية مبدئية ما نجمش ما نقبلهاش ما تدخلش المخي. عبيد ما قادش ما تاكل وانا نحط في الذهب عيار 24 ونشريها $1,000 وباش ناكلها وناكلها وتهبط. نتصوروا راجل يعمل في برشا خير وعنده برشا فلوس وعاون برشا ناس وحاب يجرب هذا عنده الحق ولا لا؟ قلت لك لا تبعني في سؤالي. انا جاوبك هو ياكل بصحته واللي ياكلوها ان شاء الله هنيئا مريئا ان شاء الله يزيدهم في صحتهم وفي بدنهم. بلاش انا ما نعمل والله لا ناكلها بلاش والله لا انا كي واحد يمد لي كاس ماء في كاس الذهب ما نشربش فيه. كي يقول لك جرب يعطيني ماكله فيها مغرفه ذهب ما ناكلش فيها. احترام لبعض الناس اللي ما لقاتش ما تاكل هذه مبدي. انا حسبني جاي من العصور الوسطى. لا 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 بالطريقه دي ما نحملش عباد ميته بالشر وناكل في مغرفه ذهب ولا ناكل في مكله بالذهب ما تدخلش. انت انا ليه لاسباب اخرى يمكن بحب حاجه قريبه للطبيعه اكثر ما يمكن. شنو هذه ملفوفه بال انت بون اللي عنده صحه ليه يحب ياكل بالذهب حتى بالديامون خليك سمعت ما تاكلش به ما نعمل ما نعمل ايش خاطر ما عنديش $1,000 تو سامبلومون. كان عندك تعملها؟ شكون كان عندك $1,000 تعملها؟ $1,000 نمشي نشرب مصيغه لمرتي عاد وانا رايح نربح اليوم وغدوه عشان دخلني في نكله هي من بعد كنا تمشي على روحك. سيرين ما نعمليش ما نعمليش خد دجاج مقلي. صار هذاك مشكلتك في الزيت انت مش في الذهب. ليه كفر والله كفر توتو كفر ما نعملهاش خاطر كما كان تحكي كفر. وانا حاب نسال المدام هل الذهب هذا يصح للماكله ولا شنو؟ اي فما الكوميسيون. امان بالله عندي سؤال نزار يعملوا ما يعملهاش؟ لا نزار انت قلت له كفر وقالت له هي كيف اختي سيرين قالت له كفر نورمال خذاها. قلت له انا ما نعملهاش علاش ما تعملهاش؟ علاش ما اقنعت انت ما عرفتش نعرف شنو هي مشكلتك مع الذهب؟ ليه بالحق تو هما قالوا الكفر انا ما قلتش كفر. لا لا لا. قلت انا منك ليش هما كفروهم جمله وما لومتهمش وانا قلت لك يا نزار ما نعملهاش لاني نحس بالزوالي ما عجبتكش الكلمه وماذا بيك فهمها لي رحمي. انت اقنعني كلامك تمو سلس ودخل القلب نزار خلينا نكمل لك سوا كان انا تصورني كان انا قلت هذا كفر راي شعلت الشيخ قال كفر يكفر بالناس. لا هي تحب تقول كفر كفر بالنعمه توتو حاجه علاش كي انسان مثلا بين ذفرين مانيش شيخ اما لست قتولي شيخ علاش كي شيخ يقول كفر تقف في الدنيا وما تقعدش واي مواطن تونسي يقول كفر تتقبل هي علاش ما تتقالش علاش ما تقبلوها علاش اما فاصون دو بارلي علاش ما تقبلهاش هي فاصون دو بارلي معاك انا والله معاك بنيتي هاني في قلبي علاش نحب نعرف العقليه التونسيه على خاطر انت نورمالمون بين ذفرين يقول كلمه كفر الناس تقف علاش ما تحسبوهاش كلمه نورمال تونسيه عاديه محلاه علاش اللي يمثل ديما يبدا ديما شادين عليه وليما اي كلمه نجاوب يا ولدي انا قلت له ما نكلهاش شنو هي الحكايه ما نجاوبش. لحظه اسكندر شلت فيا خلي خد منك الهش هي لحظه هي قالت كفر بالنعمه هو قال كفر بالنعمه ما قالش بالنعمه قال كفر لحظه قال كفر اي خويا قال كفر به كي مثلا نحكيوا على دراما واخراج اكثر واحد نتعمق معه في الموضوع شكون صحيتك معلم خاطر في امور هكا دينيه ولا مواضيع تخصك انت اكثر نتعمق معك اكثر ما تحدثش عليها من جانب دين. لا لا لحظه لا احكي لكم جينيرال خديم تحسني مركز معك فاهمك انا يس لا لا كانك تحب تخرج لا 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 والله لا لا كانك تحب تخرج هالناس هذوما اللي يتكلموا هكا عندهم شويه دين لا 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 مخيبهم ومشوطين لا 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 حشيش قاعد تكني فما شيخنا عمر الساعه ايوه والله والله انا نتكلم حاجه هكا انا نمشي على حسب الاختصاص انت اختصاصك داعيه اسلامي في مواضيع الدين نتعمق معك اكثر باش نشوف اجابتك باش تحاول نقنع العباد كيما بكري كي سالتك على الحبوسات اللي في هولندا قلت مثلا الدين وكل شيء في تونس قلت لك شنو هي ديانتهم غادي قلت عندهم عقيده معينه مهما كان مصدرها ما عاودش تناقشت معك نمشي في الاختصاص كيما نمشي في السبور مع اسكندر في اختصاصه هو جميل يعني كي يقول لي توتو كفر ما تناقش معاه خاطر يقول لي ولد بحر وكذا ونمشي في مواضيع ما بعيده عن الحر اما انت كتب اختصاصك نتناقش معاك باش نستنفع وسادة المشاهدين نستنفع نحب نحييك فوالا رمضان جاي ربي عرفت نجاوب
هيا نمشيو للفيديو قبل ما يقص عليه توتول من بعده نعملها ولا ما نعملهاش. تعملها ولا ما تعملهاش؟ لا توا لازمني توا نعملها. شنو نعملها يا ولدي صلي على النبي؟ مستحيل مستحيل اكبر حم بوسيبل اليوم مستحيل. حي الميزه الطريقه تاع تنظيف اسنان جديده والله نخليهم يخزوا ولا نعمل لهم هكاك سافا با انت شويه داخل خارج. لا يا ولدي ربي فضلنا البروسادون ودي تختراش اما لي امبوسيبل. توتو اكتب لنا حاجه اولا انا ساعه واش كنت تكتب لك ما نغطسش في الماء ساعه قبل باش نحل فمي باش يجيو ينظفوني الغطسه السماح فهمتني. لا لا شنو غط فمي محلول للطاقه وحوت داخل خارج هي حوتها تعديت حوتها تعديت سيدي سكون لا انا عندي مشكل مع دونتيست داير نمشي للعذومه عشان مدخلني فيهم مش مع عذومه انا لا تحل فمه للحوت وتدخل الحوت وتكذب بلاصه غلط شنو يصير؟ شو هاكا باقي عنده صوص في فمه مازال باش نظف عجبني قال لك تنحي التوت ماكش ما تنحي شيء فهمت حلو كان فما ماكله وحدت له غادي في بلاصه الكوريدور قاعد يخسر في بلاصه الكوريدور هو ما دخله ليندا تقول نخاف 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 تنجم تعملها شنو باش تحل فمك والحوت داخل خارج حل فمك مش من عويد اي حاجه جديده تقول لا انا نحب حاجه الابتكارات وحاجات جديده واحد يجرب في حياته اما هذه ما نعرفش ما دخلتش ما تعدتش ما تعدتش هاي نمشيو للفيديو الاخر تعملوها ولا ما تعملوهاش عندنا مش نعملوها نقول اسكندر لا ما نعملهاش خاطر بالحق ما فما حتى سونساسيون فماش حاجه بالحق تتحقق انك تحب تجرب ولا الراجل في التربه يجري هذه في سونساسيون نقص في التراب جاء الموتور من غادي وجا واقف شنو ومن بعد شنو صار اي شنو هالجو الكبير اللي عملته انت معناها طلع بركه السعده مش كيما الكليتير مش كيما هذه احكي فيها لا واقفه السعده برشا عندها مالها ممكن صح هاي سيرين سيرين بقلبها طلعت اوه بصراحه تحيه على سيرين عملها بالمطوره كيف هي انا جو سوي اماتريس دو سونساسيون فورت معناتها وزيده تمرميد الوغ لا ما قال حد لحد المهم ما طلعنيش في السماء وكها هي طلعت بيك ليه ليه هذيا فما فرق ما بين فيديو نتاع البارح لا حاجه اخرى وما بين هذيا هذيا نعملها ثم شكون قلبه اقوى منك اللي هو توتو ما نعملهاش ما نعملهاش باش نتعمل. هذه ورينا اللوحه نهار كام تعمل فيها هكا. شنو هي قد قلت لك حتى بادجت. شنو ليش هو كما قال وشو والفائده بعد قريش اش قال لكم انا قصت شو شو ما كنتش تطلع وانت صغير على الشرشول يبدا هكا عالي تجي 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 وتسيب روحك. انا كنت نعمل شرشول اي سامحني قداش عمري يا اخي انا حتى نمزت صغير كنا قبل صغار كنا قبل صغار نعملوا كل الكاروسه بالثلاثينات هذيك بالعجالي بتاع بيس نجيو في بطحه بتاعنا في فيكتور كومينو زقه طلاين ما هبطه
اوب وهبط حتى تاخذ الكياس تلقى الاخر يعرض لك وياخذ وعاود درجه وترونتينات كل عجالي بيس ها وراك يستعملوهم كل شيء والعجالي بتاع بيس كل نعملوا جو تاعنا اي لا هاك تشوف احلى جريه في تشاهد عليه انت ترونتينات بالعجالي بيس احلى نزار كنا نحطوا جريه ما خلطوش عليها مش نتاع البلاص نحطوا جريه وندزوا ولا كاريتا ترونتينات خلطت عليها كاريتا اي تو هو يلعب كاريتا هاي نجي على لندا لندا نصور بقلبها تو حديد لندا بقلبك على قلبك ابدا 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 انا ما نحبش بالعكس اللي لي سبورز اكستريم ولي لي سونساسيون فورت هذو يخوفوني حتى المانيج انا كي يبدا شو اسمه غران ويت ولا هذوكم امبوسيبل نطلع فيهم تطلع لازمك معايا تطلع اسكندر انا منهم غران ويت تبدا تعمل هكا لا تو لا العاب تو ليت غران 18 لا تلمو اقوى انا عندي قصه مع الموتورات بصفه عامه كنت صغير كنت نحب الموتورات وامي كانت تخاف ربي يرحمها كانت تخاف ياسر الله يرحمه فقالت لي ما نسمحكش قدام ربي كان مازال تركب في موتور فمن وقتها قطعت على حكايه الموتورات وانهيت القصه معاهم وفي الوصيه شتا الوصيه عندي خبر مش بيعجبكم برشا اللي هو وصلنا نهايه الحصه ما كملناش الحصه نزيدوا حصه غدوه نزيدوا حلقه غدوه والله الله غالب حبيت الوقت يطول مازال بكري ديجا اسكندر يعطيك الصحه يعطيكم الصحه انتم شكرا لك لندا ميرسي بوكو نعطيك كلمه الختام ميرسي افو يعطيكم الصحه محلاها لمتكم وان شاء الله ديما ملمومين في الخير وان شاء الله ليله نص مباركه ليله 27 وعيدكم مبروك من توا نقول لكم الكل ومحليه الجمهور زد الهوني ميرسي مره اخرى النقشه بور لو الجاكيت المزيان صح 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 لا بيس ديما الويكاند من 6 نص نهار الويكاند من 6 نص نهار في الجري هذه اللي مازالت وان شاء الله في الصيف تلقاوني كل يوم من 6 حتى لل 11 تلت شهر جويليا اوت بون باش ناخذ شويه كونجي تذكرني في جويليا كيفاش؟ في جويليا كل يوم من 6 لل 11 من 2 حتى لنهار الجمعه. هاي الحمد لله. عليك بوكو سيربريز السيزون هذا. تبدل لك الهوايه في موزايك. اي لا ديما نبدلوا الهوايه احنا. انا ديما. لا نعرف نعرف اما تعدي تعدي رمضان هكا والباقي الايام مرتاحه في الصيف من 6 راهو صحيات. سفيان شكرا لك. يعطيك الصحة. نحب نعطيك كلمة الختام الكلام اللي قلتوه قبيلة من باب المداعبة لا نعرف نعرف توتو ريد ديما عنده هذا المقروض باش ناكلو يكون وينو ياكلوه ما ياكلو هي الرسالة في الحقيقة ما عطيتني كلمة الختام ما تندمش هي الرسالة في الحقيقة مش موجهة لك أنت موجهة في الحقيقة للإعلام التونسي بصفة عامة ديما اللي يمثل الدين يجي في الإعلام التونسي ديما لابد انه يتهنت ولا لابد انه يتشلك الحمد لله اليوم في الزيتونه الشخص على الاقل بين ذفرين اللي يحب يتكلم على الدين عنده قدره وعنده احترامه وموجود في كل شيء لانه الدين نتاعنا موجود في كل الحياه نتاعنا الدين نتاعنا ماهوش معزول في المساجد البركه الدين موجود في قلب الحياه حبيت نحييك الكلمه ما كانتش ليك الكلمه كانت موجهه نعرف نعرف للناس الاخرين نحبوك وقدرك عالي برشا سفيان وانت تعرف الشيء هذا سيرين يعطيكم الصحه أنا شيء نعطيكم الكل كلمة الختام اليوم. أنا حاجة وحيدة نحب نقولها للعبيد خاطر بالحق قاعدين يتفاعلوا برشا معنا، دونك نقترح عليهم اللي هما يوليوا يقترحوا المواضيع إذا كان واحد عنده مشكلة ولا عنده وحمدي يمشي يروح مثلاً. علاش؟ ليه 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 المواضيع ليه ليه نتاع الفيزيتا نتاعي معناتها العبيد اللي عندهم مشاكل مع الريجيم ولا خاطر قاعدين يبعثوا لي برشا راهو بالفيسبوك وراني سامحوني راني ما نجمش نجاوب على العبيد الكل ما نجم دونك نحاولوا إذا كان معناتها فريق الإعداد إلي بور نوليو كل مرة ناخذوا أن سوجي و اون لو تريت في الحمد لله قالك فما حتى مشكله انا موافق تري تري بيان توتو عندك كلمه الختام على ال على المقروضه خاطر تكليت هاو جماعه شيخين ربي نجم ناخذ جمهور ربي نجم جمهور قاعد هكا صف كامل مقروض مالا شيخين جماعه كلاو محطوط غادي خاطر ما كلاوهاش زلابيا ريفوجي ريفوجي سيدي يعطيكم الصحه في الحصه الحلوه ان شاء الله كنا خفاف على الساده المتفرجين وكالعاده نقولوا قريب الاستمساك الاستمساك ويذولي يذول يوم كان مش غلط عمان 8 حلقات يذول واه كذا 8 حلقات مازال 8 حلقات الى اللقاء يعطيكم الصحة الناس كلها شكرا لكم اللي سهرتوا معنا في التشكيلة شكرا للفريق التقني وفريق الاعداد شكرا للجمهور يعطيكم الصحة نتقابلوا غدوة ان شاء الله في التشكيلة تصبحوا على خير